السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا ان انا واقف معاكم طبعا. الشرف ليا اكيد حضوركم وده تكريم ليا ويعني شرف ليا عظيم، وان شاء الله ربنا يقدرني ان انا اقدم حاجة كويسة وتكون محاضرة مفيدة نتفاعل فيها مع بعض ونضيف جديد ان شاء الله. الأول هل الصوت مناسب ولا لا؟ طيب لو كده نقفل الباب مش هنتكلم معلش نقفل الباب لو كده. المحاضره النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها على موضوع داشبوردز والكي بي ايز. الموضوع من الموضوعات المهمه والحيويه دلوقتي ومطلوب بشكل كبير في البروجكت كنترول. وانا براقب اي مشروع محتاج ان انا يبقى عندي مجموعه من المتريكس او الكي بي ايز عشان اقدر ان انا اراقب المشروع ده. طيب عشان الوقت استهلك بشكل كبير وهي المحاضره يعني دسمه جدا فخلينا نبدا سريعا كده في الموضوع. زي ما معروف بنفسي مهندس محمد السعداني، انا شغال بلاننج انجينير في شركه هيل انترناشونال، معايا البي ام بي من حوالي 2010 وكذا شهاده ثانيه سي سي بي سيرتفايد بوست بروفيشنال و ام اي ار ام بي ريسك مانجمنت و بروفيشنال انجينير من هيئه السعوديه للمهندسين. مهندس مدني اساسا بس شغال في البلاننج من حوالي 10 سنوات. ده يعني اجمالا عن نفسي. نبدا في المحاضره سريعا كده. دي الكونتنتس اللي هناخدها. هناخد الاول جزء انتروداكشن، بعد كده كونستراكشن ميتريكس، معظم الميتريكس اللي متعرض لها المتعلقه بالكونستراكشن، وبعد كده خصائص الداشبورد عشان اعمله ايه الخصائص اللي تفضل انها تكون فيه، وبعد كده الديفلوبمنت ستيبس عشان اقدر اعمل داشبورد ايه الخطوات المنهجيه اللي بمشي عليها، وفي النهايه هناخد شويه ابلكيشن كده على الاكسل ازاي نعمل داشبوردز بعناصر مختلفه او تولز مختلفه. فمعلش انا هبقى بجري شويه في الحاجات اللي هي مفهومه، بس لو حد حس باي صعوبه يوقفني ما يستحيش. بنسجل فيديو وصوت مع الشباب برضو والسلايدز هتنزل على صفحه الجمعيه ان شاء الله. فلو اي حد حس ان الموضوع سريع شويه يوقفني مفيش مشكله خالص، بس انا عشان الوقت فهحاول الجزء النظري ده ان شاء الله ان شاء الله هنزل الفيديو برضو باذن الله. بنتكلم في شويه مفاهيم كده كديفينيشن. المفهوم الاولاني اللي هو الداتا والانفورميشن. ايه الفرق بين الداتا والانفورميشن؟ معظم الناس اللي فاميليار مع البي ام بي او البي ام بوك ترمينولوجيز يعني عارفين ان انا بدخل داتا وطلع منها انفورميشن. الداتا عباره عن شويه مجموعات شويه معلومات لميتهم بشكل عشوائي ما بيعبروش قوي عن حاجه، يعني مثلا ان عدد الوقت المشروع كذا، ان عن الكونكريت مثلا الستريس بتاع الخرسانه اللي انا صبيتها كذا، يعني عباره عن رف انفورميشن او رف داتا ما تعبرش في حد ذاتها عن شيء له قيمه قوي. لما اجمعها على بعض واعمل لها بروسيسنج بان انا اقسمها على حاجه اضربها في حاجه اطرحهم من بعض ابدا اوصل لحاجه تفهمني الموضوع ده. بمعنى مثلا لو خدنا مثال وقلت مثلا ان عدى من زمن المشروع 5 شهور، بس 5 شهور طب الاداء كويس ولا مش كويس؟ مش عارف، دي مجرد داتا. لكن لما ارسم ال5 شهور دي على مده المشروع اقدر اعرف ان نسبه المده المنقضيه قد ايه. ده شك ان لو 5 شهور من 6 شهور ده رقم كبير، لكن لو 5 شهور من 3 سنين حاجه صغيره بدون ما اقسمها ما كنتش لسه عارف. ده الفرق ما بين داتا وانفورميشن. نيجي بعد كده لترمينولوجي تاني اللي هو الريبورت والداشبورد. الريبورت ان انا هجمع شويه داتا في شكل منظم. الشكل ده بعد ما كنت بقول ان انقضى من المشروع مثلا، يعني نستعمل قلم احسن، انقضى من المشروع مثلا 5 شهور، دي كانت داتا نفسها ديوريشن قلنا ان هي 5 شهور. جيت قسمتها على 10 شهور مده المشروع، دي كده كانت داتا. قسمتها على مده المشروع طلعت 0.5، دي كده بقت انفورميشن. بدات اجمع الكلام ده في شكل منظم كده واقول ان المده المنقضيه ومجموعه ايتمز واحطهم في شكل ورقه منظمه، بقى كده ده ريبورت. فالريبورت هو تجميع لشويه انفورميشن والانفورميشن بروسيسنج لشويه داتا. طيب الداشبورد مشابه لموضوع الريبورت، هو عباره عن انترفيس
بس الفرق او الحاجه اللي بتميزه بشكل كبير قوي ان هو بيبقى ابديتد لحظي، يعني بمجرد ما الاكشن بتحصل الداشبورد بيتحدث اوتوماتيك. هي دي النقطه الجوهريه اللي بتميز الريبورت عن الداشبورد. لو نقرا كده الجزء بتاع الداشبورد، يوزر انترفيس ذات از ريسمبل اورجنايز وبريزنت كانت انفورميشن ان ا واي ذات ايزي تو ريد اند كونتينز سيفرال ويدجت. بالمناسبه الويدجت هو الجزء من الداشبورد، عشان نتعرض بعد شويه للكلام ده، فانا بحاول ان انا ايه اجري في المصطلحات وركز بس على المصطلح المهم. لو لقينا الداشبورد مكون من مجموعه من العناصر، كل عنصر بسميه ويدجت. طبعا الناس اللي بتشتغل على الابلكيشن بتاعت الموبايل او كده عارفين كلمه ويدجت. طبعا هي عباره عن احد الكومبوننتس، سواء كان شارت، سواء كان تكست، سواء كان اي انديكيشن معين. دي كده ايه كترمينولوجي بس بسيطه في البدايه. اللي هو داشبورد ويدجت مش عارف مين اللي ترجمه ويدجت يبقى ايه بالعربي؟ حاجه زي شورت كاتس كده، عنصر من عناصر الداشبورد. الداشبورد بنسميه بالعربي. طيب هنا طبعا ده وقتنا من البي ام اي، كلنا اكيد عارفينه. هنا بيقول لي ان انا في عمليات الاكسكيوشن انا بطلع وورد بيرفورمانس داتا. الداتا بتدخل على عمليات الكنترول، كنترولينج بروسيس، بتطلع انفورميشن. الانفورميشن بتدخل على الكنترول بس الخاص بالانتجريشن، انتجريتد كنترول، بتطلع بيرفورمانس ريكوردز. ليه؟ لان انا لما هاخد الاجزاء مثلا من التايم حته معينه انفورميشن، على انفورميشن من الكوست، على انفورميشن من البروكيورمنت وهكذا، واجمعهم مع بعض في عمليه كنترول انتجريتد هطلع ريبورت. فده بس شكل كده عشان نبقى ايه؟ عاملين زي الاينمنت ما بيننا وما بين البي ام اي. طيب المتريكس والكي بي ايز هما الاثنين جزء من الداتا او الانفورميشن. المتريكس عباره عن حاجه انا بقيسها. الداتا ممكن تكون بتتقاس، ممكن تكون بتتقال، عباره عن تكست، ممكن تبقى نيوميريكال يعني رقم، لكن المتريكس دايما بتقاس. الكي بي ايز او كي بيرفورمانس انديكيتور هو عباره عن انديكيشن بيدل على حاجه. خلينا نسبق شويه ونقول ايه الفرق بين داتا وفاريانس واندكس. لو قلنا ان احنا عندنا ثلاث عناصر، مشابه للمثال اللي انا قلته، بس انا طبعي بحب ان انا اركز على الاصول. كان في كلمه للشيخ ابن عثيمين تقريبا، من حرم الاصول حرم الوصول. الاصول مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين اصل الشيء جه منين. ايه الفرق ما بين داتا وقلنا فاريانس واندكس؟ الناس بتوع الارن فاليو. داتا لما اقول مثلا ان المخطط ليه النسبه الانجاز المخطط ليها 35% مثلا، ده كده رقم داتا وانا مش قادر ان انا احددها يعني الرقم ده كويس ولا لا. حتى لو قلت ان الاكشوال مثلا كان 40، لو الارقام دي ما كانتش نسب، نسب طبعا سهله، لو مش نسب هبقى متلخبط يعني ده 3 مليون وده 5 مليون. لكن لما ابدا اطرحهم واقول 40 ناقص 35 ناقص 35 يساوي كام؟ 5، او 35 ناقص 40 على حسب احنا عايزين نقولها ازاي. هنا انا قلت مثلا ان ده البلاند وده الاكشوال، فقلنا ان الفاريانس 5%. طيب الفاريانس 5% دي حاجه كويسه ولا لا؟ مش شرط. لو كان 5 ناقص 0 يساوي 5، يعني الاكشوال 0 والبلاند 5، يبقى انا متاخر 5%، ما عملتش حاجه خالص في المشروع. طب ده الخمسه دي كبيره جدا دلوقتي، لان مقارنه بالصفر شيء كبير، كان المفروض اشتغل وانا ما عملتش اي حاجه خالص. طيب لو بقارن الخمسه دي في اخر المشروع، المشروع كان المفروض يبقى 100% وانا عامل 95، طيب ده حلو جدا يعني ولا حاجه، الخمسه هنا ما بقتش رقم كبير. طب امتى اعرف اميز؟ لما اقسم، لما ادخل بقى على مرحله الاندكس. لو كنت بقول ال 40 او ال 35 على 40، غير لما اقول بلاش صفر عشان ما يطلعش صفر، غير لما اقول 1 على 6. هنا ده السدس، انا عامل انجاز سدس بس، يعني 16% او كام سدس كام؟ تقريبا 16.7%، لكن هنا كام؟ 35 من 40، 35 في 2.5 مش رياضه،
80 تقريبا حوالي 80% 82.5%. فالفرق هنا بقى كبير قوي مع ان هي 5%. فبالتالي الفاريانس مش هيديني انديكيشن عالي، لكن لما استخدم القسمه انا بنسب، فلما هنسب هتبان ساعتها 83 او 82 غير 16. فده كده ايه؟ داتا وفاريانس واندكس. داتا رقم لوحده، فاريانس انا بطرح حاجتين من بعض، اندكس بقسم كمان. جميل؟ طيب الكومن سايز اناليسيس والترند اناليسيس، حد هنا شغال فاينانس؟ حد شغال حسابات او كده؟ الكلمتين دول شاهدين جدا في مجال الفاينانس، طبعا ما حدش شغال فاينانس نفسي بحبه مش كده؟ حد شغال ومكتب؟ عندنا نوعين من القياس، كومن سايز والترند اناليسيس. خلينا ندخل على الصورة على طول عشان تبان معايا. الكومن سايز او كومن سايزنج اناليسيس والترند او تريندنج او ترند اناليسيس كله زي بعض. دول نوعين مشهورين جدا في العوامل الماليه بالذات، بس في نفس الوقت هينطبقوا على اللي احنا بنقوله في الشغل الهندسي. الكومن سايزنج معناه ان انا بقيس شيء للكل، بقيس نسبه البروفيت للتوتال ريفينيو، بقيس نسبة حاجة صغيرة للكل بتاعها، بقيس نسبة الإنجاز كمثلا فاليو الإيرنت فاليو إلى التوتال. يعني مثلا الإيرنت فاليو كانت 2 مليون والتوتال كان 100 مليون، يبقى أعرف إن نسبة الإنجاز تقريبا حوالي 2% بغض النظر الإيرنت فاليو دي عبارة عن إيه عشان الخلافات اللي بتحصل دي. فكده إيه؟ هعرف إن الـ 2 على 100 يبقى 2%، كده أنا نسبت جزء للكل. عرفت ان دي حاجه من كتير. طيب لما هاجي اقارنها بنسبه انجاز ثانيه في مشروع ثاني برضه هنسب الجزء للكل، الاقي ان ده 30 الى ال 100 التوتال، فاعرف اقارن الامور بعضها. لما اقارن البروفيت في المشروع كانت 20% غير 25%. 20% معناها ايه؟ ان انا نسبت دي الى دي وقسمت وضربت على 100، فقدرت اعرف ان هي نسبه مئويه تبقى كذا. ده بسميه كومن سايزنج اللي هو مشابه للنسبة المئوية. الترند اناليسيس ان انا بقارن عبر الزمن، بقول ان هي زمان كانت كذا او الشهر الماضي كانت كذا والشهر ده كذا والشهر اللي بعده كذا. فالمقارنة عبر الزمن مثلا دي كانت 70 اي حاجة 70 مليون بروفيت مثلا ودي 50، اقول ان هي زادت بمقدار ال 20 دول، 20 على ال 50 حوالي 40%. فده اسمه ايه؟ تريندنج او ترند اناليسيس. يبقى الفرق ما بين الكومن سايزنج والترند اناليسيس، الكومن سايزنج ان انا بقارن الجزء الى الكل. تمام؟ لنفس الشيء، لنفس اللحظه، في نفس الحاله، في نفس الشهر. لكن هنا عبر الزمن. الترند اناليسيس. فهنا المثال اللي قدامنا ده بيبين مثلا الكونتراكت فاليو كانت 8.7. حد مش شايف الشاشه؟ هنا الكونتراكت فاليو كلها كانت 8.7. طب من الكونتراكت ده كله هل كله بلاند؟ هل احنا وصلنا لنهايه المشروع عشان يبقى البلاند 100%؟ لا، البلاند بس كان عشان لسه في نص المشروع 6.3 مليار او كانت بليون زي دي يعني. ال 6.3 دول بلاند. طب حققناهم كلهم؟ لا، نسبة الإنجاز منهم 4.9 مليار. طب من نسبة الإنجاز الشغل اللي احنا عاملينه كم قاول مثلا؟ الشغل ده هل كله انفويست؟ لا، لسه مش كله انفويست. طيب في قد ايه انفويست؟ ده النت انفويست بعد ما شلت الديدكشن مثلا. طب هل كله عملت له كوليكشن ولا لا؟ ده جزء الكوليكتد. لما اجي اخد الفروقات دي الفرق ما بين هنا وهنا، ده لسه ما جاش ميعاده، ده باك لوج ما جاش ميعاده لسه. طب الفرق بين هنا لهنا ده ديلي ما بين بلاند واكشن. طب ما بين اكشوال وانفويس ده نون انفويس، لسه ما عملتلوش انفويس. طب ما بين الانفويس والنت ده البناليتيز او الديدكشن. طب ما بين الانفويس او النت انفويس والكوليكتد ده لسه اندر كوليكشن، لسه ما خدتوش من المالك. النسب دي كلها لما اخدها واقسمها على الكل اللي هو ال 8.7 انا بعمل ترند ولا كومن سايزنج؟ بالظبط كده. هلاقي ان 3% اندر كوليكشن، 8% ديدكشن، 4% بقت الارقام اقدر اقارنها ببعضها واقدر يبقى عندي سينس للارقام.
ده الفرق ما بين الاثنين كمدخل بس الايه لموضوع الكي بي ايز. دي شكل الموضوع التريندنج البروفيت عبر الزمن في ديسمبر في جانوري في فبراير وهكذا. نفس الشيء الفاريانس، الفاريانس اختلف. لو تلاحظوا هو نفس القيم اللي كانوا فاتوا من شويه اللي كانوا موجودين في في الشارت على الجنب، هم باخدهم وبعمل لهم تريندنج. يعني الان انفويسد على مستوى الزمن، الاندر كوليكشن على مستوى العشر. تمام، ده كده كايه انترودكشن او شويه ديفينيشنز عشان بعد كده يبقى الموضوع بسيط بالنسبه لنا. طيب المفروض ان احنا بنعمل الانالايسيس بتاع الكومن وورد سيرفيس ولا في فرقتين؟ الاثنين مختلفين عن بعض على حسب انا عايز اعمل ايه، على حسب الهدف من الموضوع ايه. لو انا الهدف ان انا احس بالنسب المئويه يبقى كومن سايزنج، ان انا عايز اعرف البروفيت دي ايه 20 ولا 30 ولا 50. تمام، ده كده عشان اشوف نسبه البروفيت بتاعتي للكل، عشان اعرف بقى بعد ما حققت بروفيت وعرفت نسبتها كبيره ولا لا، عشان اعرف انا بعمل بروجريسنج عبر الزمن ولا لا في البروفيت دي. هل ثابته على 20؟ طب قلت وصلنا ل 10%، في مشكله، ساعتها اقدر ان انا اقارن بالزمن. فلا شك محتاج الاثنين. عايز في الفوركاست لا شك الترند في الفوركاستنج بالظبط. تمام، طيب هندخل على جزء تاني من السلايدز اللي هو خاص بالمتريكس نفسها. انا حاولت ان انا اجمع مجموعه من المتريكس، يعني هنعدي عليها بصوره سريعه باعتبار ان هي معظمها هتبقوا عارفينهم، والسلايدز هتنزل على الفيسبوك باعتبار ان محدش يعني بقى الان من الكتابه او كده، هتتجمع كلها. الهدف من تجميع الكونستراكشن متريكس هو ايه؟ لما اجي ابني داشبورد بالظبط زي لما باجي اخطط. لما باجي اخطط البي ام اي بيقول ان انا عشان اعمل اي جهود تخطيطيه تالي السكوب هحتاج احد التولز اللي هي ايه؟ اي حاجه بعد السكوب هتستخدم ايه؟ كوست. لا، البوست بعد السكوب هيستخدم ايه؟ كل الجهود التخطيطيه. WBS Work Breakdown Structure. Work Breakdown Structure عشان برضه النقطة دي نقطة أصول أو نقطة تفصيلية، أنا أحب الحاجات دي باستمرار يعني. لما أجي أعمل أي خطة في حياتي لأي شيء، إن كان في الشغل ولا في البيت ولا في الرحلة ولا في أي حاجة، لازم أعرف أنا هخطط إيه؟ إيه هي الإيليمنتس نفسها؟ وأكتبها قدامي. أنا عندي إيليمنت 1 2 3 4، أنا صراحة كنت بستخدم الطريقة دي من تالتة إعدادي تقريبا، لما كنت بقسم وأعمل جدول مذاكرة كنت أطلع كده الأيتيمز نفسها وأقول أنا عندي ده وده وده، هي دي الأيتيمز اللي عندي. أبدأ بقى أوزعهم على الزمن وأقول إن اليوم ده كذا واليوم ده كذا واليوم ده كذا، ده توزع ده توزع ده لسه ما توزعش، هو ده الأساس عندي، هو ده الـ WBS بتاعي. طيب إيه علاقة اللي إحنا بنقوله ده هنا؟ انا لما اجي ابني داشبورد انا محتاج اعمل نفس الحكايه، محتاج اعرض قدامي كل الكي بي ايز كتشيك ليست او كشكل، بقول دي هاخدها، دي لا مش مهمه، دي مهمه، دي هاخدها في داشبورد تاني، دي ممكن تنفع لتقرير لكن صعب داشبورد لان هي تبقى ابديتد لحظيا، لا مش هينفع. فانا محتاج اعرضهم قدامي، فهو ده الهدف من الكوليكشن دي، ان انا وانا ببني داشبورد مستقبلا ابقى عارف ايه هي الدكشنري بتاعي. وطبعا انا واثق ان انتوا يعني هتزودوا عليها حاجات اكتر. انا اللي عامله فانتوا هتزودوا عليه، فانا واثق ان انتوا هتبنوا حاجات احسن يعني. ما اعرفش لو ستاندرد صار، حد يعرف لو ستاندرد؟ هو الموضوع بتاع الداشبوردز باعتبار ان هو كان دايما بيسند يعني الايه للمهندسين بالتبعيه كل واحد بيبقى له بس حاجه رئيسيه هو عايز يشوف ايه؟ حسب كل واحد شخص. فاحنا المعتاد ان احنا بنمشي بالتمبلت، يعني جرى العرف على ان عندك تمبلت لكذا هاخدها واقعد اعدل عليها. طب ليه ما اعملش انا من الاول؟ عشان في ناس عملت خلاص. طب يمكن انا هضيف جديد، يمكن انا هبدع، ما حدش بيفكر في حاجه زي كده يعني. فانا حابب ان احنا يبقى عندنا ديكشنري. ويعني كانت في فكره مع المهندس خالد مش موجود، المهندس خالد الكروفات، كنا فكرنا مره ان احنا نعمل حاجه زي كده، والديكشنري كل ايتم من الايتمز دي يبقى له صفحه، يعني لو حد عمل الجهد ده مستقبلا مشكورا يبقى يشاركوا معانا. كل ايتم من دول يبقى له صفحه وبيتقال عليها ايه افضل طريقه للعرض، هل في تكست ولا هل في تشارت، والعناصر اللي انا عايزها عشان ابني الانبوت ده ايه او المتريكس دي ايه. هيبقى جهد مشكور يعني لو اتعمل. طيب
نبدا كده العناصر بروجكت كود بروجكت نيم. طبعا هعدي بسرعه قوي عشان الحاجات المعظمها عارفينها، بس لو في حاجه واقفه هنوقفوني يعني ونتكلم عليها. الكلاينت الاند يوزر اوبريتور سبونسر. جميل. لو عندي مشروع البنك اللي بيموله يبقى البنك سبونسر والمالك هو الكلاينت. لو عندي مشروع وزاره الماليه بتموله لوزاره الصحه، وزاره الصحه بقى كلاينت، لكن وزاره الماليه لا تدفع، هي سبونسر. الاند يوزر مين؟ قطاع تشغيل المستشفيات، ممكن يبقى غير القطاع الهندسي اللي بيبني. تمام. وغالبا بيبقى الاوبريتور، الاوبريتور احيانا في الفنادق بيبقى فيه مثلا اوبريتور ماريوت مثلا مولودين بنعمل دعايه ليه مش محتاجين دعايه. ده ممكن يبقى اوبريتور ساعتها المشغل للفندق، غير الاند يوزر اللي هو ممكن انا رايح اخد اوضه يعني احد الجست رومز. طيب برضو الاطراف، الديزاينر بي ام كونسلتنت سوبرفيجن كونسلتنت، المين كونتراكتور سب كونتراكتور فيندرز بروجكت اوفر فيو بروجكت كونتنتس اللوكيشن بيلت اب اريا اليونت كوست بير اليمنت. بير اليمنت اللي هي مثلا سعر المتر المربع، سعر الغرفه، سعر السرير المستشفى يعني وهكذا. بيلت اب اريا اليونت كوست بير اليمنت البرسبكتيف المنظور اللي هي المال. طبعا بعض العناصر هلاقي ان انا يعني زياده او ان انا احطها في دائير او في داشبورد، بعض العناصر هلاقي انها مهمه وتختلف الرؤيه على حسب كل مشروع وعلى حسب هو التقدير ده او الداشبورد ده رايح لمين. قد يكون مثلا مهم جدا ان الكلاينت يعرف مين هو الاوبريتور يبقى مكتوب عنده، لكن وانا بشتغل ما بين الكونتراكتور والكونسلتنت مش فارق هو مين الاوبريتور، ماريوت ولا ولدين مش فارق معايا، المهم اطلع الفندق وخلاص مثلا يعني. فانا بختار عناصر من ضمن العناصر مثلا هنا البرسبكتيف منظور معماري اللي اوت هنا ده احد الاشكال اللي حابب ان انا اشاركها معاكم، مش عارف كلكم شايفينها ولا لا. كشكل جرافيك للمبنى يعني انا قلت دي كانت مستشفى تقريبا، كانت مستشفى في جيزان 500 سرير. انا قلت المستشفى دي عباره عن ادوار لور جراوند واندر جراوند وال1 ال2 ال3 لغايه ال5، وفي كل واحده مجموعه معينه من غرف العمليات. مثلا هنا فوق التنويم، وهنا الاوبريشن رومز، وتحت الكلينكس واللي هي العيادات يعني، وتحت خالص مثلا الحاجات اللي هي بتعمل سيرفيس على الموضوع والمشرحه والحاجات ديت يعني الصيدليه الكلام ده كله. طيب فدي كده احد الايه المتريكس المختصه بالبيسك انفورميشن. انا مقسمهم بشكل البي ام اي او قريب يعني من شكل النولج اريا بتاعت البي ام اي. بالمناسبه برضه نقطه اصوليه، انا كل ما تيجي حاجه زي كده يعني في لمبه كده بتنور عندي ان النقطه دي مهمه. من الفوائد في مذاكره البي ام بي ان هو بيسهل علينا بعد كده تكسير اي مشكله، هاو تو بريك داون ا بروبلم. ازاي؟ ان انا بيبقى عندي محاور رئيسيه بفكر فيها من ناحيه التايم، ايه الاخبار؟ في مشاكل عندي من ناحيه الكوست، من ناحيه السكوب، كواليتي، اتش ار، كوميونيكيشن، ريسك وهكذا يعني. فدي نقطة من النقط الجميلة اللي بتخليني دايما يبقى عندي منهجية في تناول المادة نفسها، المادة العلمية، إن أنا عايز أكتب المتريكس دي طب خلاص هوزعهم بالشباتر. طب عندي مشكلة عايز في الموقع مثلا أو في الشغل عايز إن أنا أشوف هتأثر على إيه؟ طيب هتأثر على إيه؟ ممكن أقول عنصرين ثلاثة وأقف. لا، لكن لما أقول من ناحية التايم أطلع هنا ثلاثة أربع عناصر، من ناحية الكوست عناصر ثانية، من ناحية الكوميونيكيشن عناصر ثالثة، من ناحية الكواليتي وهكذا. فدي احد النقاط الجميله اللي بحب اكد عليها دايما. طيب هنا من ناحيه السكوب انا ممكن اخد بعض العناصر كمتريكس، البروجكت كونتنتس يعني الدبليو بي اس بس بشكل مصغر، البروجكت ناريتيف سطرين او ثلاث سطور تعريف عن المشروع، المين ديليفربلز المخرجات الرئيسيه للمشروع هيطلع مبنى اثنين ثلاثه، لو مدرسه هيطلع ايه المباني، لو مستشفى وهكذا. الكومبليت اكتيفيتيز والكرنت واللوك اهيد، ايه هي الاكتيفيتيز سواء بقى اللي انتهت او اللي جاري عملها او المستقبليه. هنا على الجنب صوره لاحد الفنادق عباره عن الفاسيلتي كرايتيريا بتاعت الفندق اللي هي الغرف يعني، ومقارنه ما بين البلان والاكشوال. كان المفروض ان هو الهوتيل كيز كان فيه 80 وبعد كده الكرنت فعلا 80، فبيقارن ما بين الانيشال يعني في الاول وبعد كده بعد الاجريمنت قد ايه. يعني ممكن ينطبق المثال على اي شيء يعني على مستشفيات على اي حاجه، بس هو بيتكلم تحديدا في السكوب بالارقام يعني. ده بيهم لا شك الكلاينت بشكل كبير قوي يعني، لو كنت برفع حاجه زي كده للكلاينت او البورد بتاع الكلاينت بتفرق عنده الحاجات دي جدا يعني.
طيب بعد الاسبوع هناخد الحاجات المتعلقه بالتايم ستارت فينيش اكسبكتد فينيش ديت لابس الديوريشن المده المنقضيه نسبه المده المنقضيه. طبعا المثال له ان لابس الديوريشن ممكن تكون المده انقضت 5 شهور لكن لما نسبها بتفرق معايا ساعتها. مايلستون بروجريس الفوركاست البلان بيرسون كومبليت نسبة المخططة سواء كانت القديم الحالي اللي هو كمان المدة التوتال هيبقى كام اللي هو كوميونيتيف الاكشوال بيرسون كومبليت نفس الشيء البرفورمانس فاريانس الانحراف البريوديكال خلال الفترة كوميونيتيف توتال بالديز كام برسنتج كام اليو تي اللي هي اكستنشن اوف تايم قد ايه مثلا من الكليمز الاندر بريباريشن من الكليمز بتاعت اليو تي قد ايه كليمز قد ايه بيندنج ابروفد بنسبتهم ريكتفايد فينش ديت او التاريخ المصحح يعني بعد الاكستنشن بعد الابروفد واللوج طبعا عارفين ايه هو معنى اللوج مش كده؟ انا هو طبعا مش متريكس بس قد يبقى موجود جوه الداشبورد ممكن احيانا احتاج للوج صغير جوه الداشبورد على سبيل المثال التوب ليفل ريسكس مثلا 3 أو 4 ريسكس احطهم جوه الداشبورد او مثلا التوب ايشوز دي ساعتها ممكن تبقى لوج صغير يعني. انا حبيت ان انا احط اللوج في معظم الصفحات عشان اذكر الناس بس ان في حاجه اسمها لوج باعتبار ان مش كل الناس فاميليار معاه. اللوج هو عباره عن جدول موجود فيه الايتمز اللي عندي عباره عن ايه؟ يعني لو بتكلم على سبميتلز هتبقى ايه هي السبميتلز دي؟ رقمه وحالته واعتمد ولا لا والكود والتاريخ وكلام من ده. لو بتكلم على ريسك هيبقى الريسك ريجستر مشابه للوج. لو بتكلم على الايشيو الايشيو لوج مشابه للموضوع ده. فاللوج هو عباره عن بيان موجود فيه عناصر تحت بعضها بتحكي الموضوع او بتجمع كل الريكوردز للداتا بيز ممكن نسميه داتا بيز او ريجستر. انا عارف ان الموضوع ممكن ممل للناس اللي معتاده على المصطلحات بس في غيركم يعني ممكن قاعدين معانا بعض المصطلحات جديده عليهم فمعلش انا اعتذر على كده. المان باور البلان والاكشوال لما يبقى عندي المان باور لا شك ان انا بعمل خطه في بدايه المشروع المان باور المفروض يكون قد ايه كل شهر والاكشوال وبعد كده اقدر اقارن الاكشوال مع البلان الدايركت والاندايركت ونسبه الاندايركت للتوتال هل كبيره قوي ولا قليله 10% ولا وصلت 50 بعد ما عملنا ترمينيشن لناس كتير من الدايركت وتفضل الاندايركت حاله شهيره اليومين دول يعني لان نسبه الاندايركت فيها تضخم الدايركت دي تو اندايركت مكتوبه غلط equipment نفس الشيء في الايكويبمنت البلان والاكشوال الديليفر ماتيريال الماتيريال نفسها البريفيوس قد ايه وذيس بيريود قد ايه والكوميوليتيف قد ايه الماتيريال في الديلي الديلي الماتيريال اللي متاخره كانت المفروض تتورد للموقع وما جاتش اتكلمنا على الموقع دي ولا تاني في الانجينيرنج الريسورسز بير بروفيشن ممكن ان انا اقول الريسورسز متوزعين اعمال القرصنات اعمال المباني ولا بير اريا المبنى ده المبنى ده المبنى ده او البيلدنج الورك باكج دي الباكج دي كام عامل هنا وكام عامل هنا بالنسب المئويه عشان اقدر ان انا اعمل مقارنات ما بين النسب دي. ريسورس سفشنسي وبرودكتيفيتي الكفاءه والانتاجيه. متريكس متخصصه للكوست البادجت كوست الكوميتد از ال او ال ال او ال اللي هو ليتر اوف اوورد اللي هو القيمه اللي اتفقنا عليها ما بين المالك والمقاول. الكونتراكت اماونت اماونت البي اوز الريفايزد اماونت سيرتيفايد اماونت بالانس بي بيد متوقع ان انا ادفعه اللي هو التوتال ناقص المستخلصات يعني الباك لوج الباك لوج حجم الاعمال التوتال كله البلان ده اللي كنا عارضينه من شويه كشارت البلان المخطط منه قد ايه اتنفذ قد ايه انفويس انفويس كولكتد بيهاند سكجول ان انفويس ديدكشن اندر كولكشن ادفانس بيمنت اماونت ادفانس بيمنت ريكفري عملنا ريكفري قد ايه يعني كتير من الناس لما بتريبورت بتريبورت على الانفويسز بدون الدخول في موضوع الادفانس بيمنت الادفانس بيمنت ضروري برضو ان يبقى معروف اتعمل ريكفري منها قد ايه عشان تدي رؤيه للمالك لو بيفكر انه يسحب مشروع لو بيفكر ياخد اي قرارات يبقى عارف هو عمل ريكفري قد ايه من الفلوس اللي كان دفعها في الاول. البيناليتيز الكليمز اندر بريباريشن سبميتد ابروفد ريفايز كونتراكت اماونت هل في اللي انا كرويته ده حاجه صعبه؟ يعني لا مش كده ولا ايه؟ معلش انا بعديه بسرعه عشان نتكلم الكلام عشان ما تملوش لو قلت بالراحه هتملوا. هي الارن فاليو اللي ممكن نقف عندها شويه براند فاليو ارن فاليو حد غريب عليه تكنيك الارن فاليو ما سمعش عنه قبل كده؟ جميل كلنا سمعنا عنه
طيب ال حد عنده صعوبة في الارن فاليو القيمة المكتسبة بدون هي طيب ماشي في الجزء بتاع الارن فاليو سؤال بس كامل يعني الارن فاليو دايما مش هتقول له على الكوست ما بقربش من البرايس الاساسي بتاع الاصل اللي كلها على الكوست اصلا الكوست الارن فاليو تكنيك بيقول ان انا عايز اقارن ما بين الشغل المخطط له والشغل الاكشوال بشكل دقيق شويه فبقول مثلا ان انا كنت مخطط ان انا اشتغل قيمه اسمها بلاند فاليو واشتغلت قيمه فعليه ثانيه اسمها اكشوال كوست وليكن عشان ناخد مثال سريع كده اي حاجه خرسانه مثلا كان متر الخرسانه سعره 1000 ريال مثلا تمام ده كده السعر وكنت مخطط ان انا هعمل 100 متر مثلا 100 متر خرسانه وسعر المتر 1000 ريال طيب البلاند فاليو 1000 في 100 تساوي 100,000 يبقى انا مخطط ان انا اشتغل اعمال ب 100,000 تمام الاكشوال كوست اكتشفت ان انا ما عملتش 100 متر لا اكتشفت ان انا الحقيقي عملت حوالي 120 متر زادوا شويه تمام وال1000 دي ما بقتش 1000 اكتشفت ان انا وفرت فيها شويه وعملتها ب 800 حتى معاك الكالكوليتر يساعدنا فبالتالي 800 في 120 96,000 دي كده الاكشوال كوست طيب الرقمين 100,000 و96 يعني مش معبرين قوي ليه مش معبرين؟ لان انا ضربت حاجات كتير في بعضها ممكن تكون سعر كميه لبند واحد او لعده بنود لو لبند واحد سهله مقريه لكن لو لعده بنود وقعدت اضرب كميه بكميه في سعر كميه في سعر وجمعت ال 50 او 100 بند مثلا وطلعت رقم في النهايه وبقارن بالرقم الاكشوال ده بنود وده بنود ثانيه ودي كميات وكميات ثانيه ومره كانت المشكله في الكميه ومره كانت المشكله في السعر فمش قادر ان انا احكم بشكل كبير فعشان كده طلعت موضوع الارند فاليو ان انا عايز قيمه متوسطه لو سميت دي معلش يعني كده ايه بادجت كوست ودي اكشوال كوست ودي ورك سكيدجول ودي ورك بيرفورمد الارند فاليو قال لي خد نفس السعر البادجتد واضربه في اللي تنفذ حقيقي فهقول ان الارن فاليو عباره عن بادجت كوست فور ورك بيرفورمد هقول ال1000 اضربهم في كام 120 تطلع كام 120,000 قال لي انا ممكن اقارنها مره بدي ومره بديت لما اقارن ممكن اقارن مقارنه طرح اللي هو الفارينس ده ناقص ده او اقارن مقارنه اسم ده على ده خلينا نشتغل اسم على طول عشان ما نضيعش الوقت الهدف ان انا ادي الكونسيبت بس لما اقارن الايرن فاليو بالبلاند فاليو اقسم دي على دي قال لي دي هسميها اس بي اي سكيدجول بيرفورمانس اندكس عباره عن ايه؟ انا معلش مش هاخد القيمتين على طول انا هاخد تفصيلهم عشان تبان معاكم اكتر الايرن فاليو كانت كام في كام؟ 1000 في 120 طيب والبلاند فاليو كام في كام؟ 1000 مش شايفين ولا مش طيب 1000 في 100 ايه اللي شبه بعض فوق وتحت؟ ال 1000 ده معناه ان ال 1000 هتطير ال 1000 طب ال 1000 دي كانت ايه؟ البادجت كوست يعني البادجت كوست هنا طيرت البادجت كوست هنا ودي عباره عن الورك ايه؟ يبقى انا برسم الورك بيرفورمد على الورك سكادجول يبقى الهدف ان انا بقارن ورك بورك بغض النظر سعره كان كام سعره 1000 سعره 800 مش فارق معايا يبقى في السكادجول بيرفورمانس اندكس انا بقارن كميات بقارن الكميه دي بدي بسبب ان ديت ان السعر خلاص اتقسم عليه فبالتالي لما هقسم 120 على 100 هتطلع 1.2 يبقى السكادجول بيرفورمانس اندكس اكتر من الواحد معناه ان ده شيء كويس معناه ان انا في حوالي 20% زياده او اهيد اوف سكادجول ان انا كنت مخطط ان انا اعمل 100 بس عملت 120 ده باعتبار ان هي ايه الكميه ما كانتش زياده عن التعاقد لا الكميه في نفس التعاقد بس انا سابق الجدول تمام طيب النقطه الثانيه لو انا بعمل بقى موضوع السي بي اي ان انا بقارن الايرند فاليو
في الاكشوال كوست. ايرنينج فاليو هو هو الف في كام؟ 120 على الاكشوال كوست كانت كام في كام؟ 800 في 120. الاقي ال 120 تروح مع ال 120 يبقى انا بقارن ايه بايه؟ كوست بكوست، هو مش برايس هو كوست. بقارن البادجت كوست بالاكشوال كوست، بادجت كوست بالاكشوال كوست. هلاقي ان انا كنت مخطط اعمل ب 1000 وعملت ب 800 يبقى انا وفرت حوالي 200 في اللايف الواحد، 10 على 8 تبقى كام؟ 1.1. الكلام ده هيبقى ولا هيبقى هقول دلوقتي هقول لكل طبعا والاونر اساسا يعني هقول بس هنا طلع اكتر من الواحد 1.25 تقريبا فاكتر من الواحد معناه ان انا في وفره حوالي 25%. طبعا لو حد ببساطه كان بص للسعرين هيقول 800 و1000 ما انت باين انك موفر 20 يعني لازم تقعد تضربهم في بعض وترجع تقسم دي على دي. لا بس لما يكونوا ايتمز كتيره كميه في سعر كميه في سعر كميه في سعر كميه في سعر وخدت الرقم بقى الرقم مش معبر لان مره خرسانه بامتار مكعبه ومره بلوك وورك مره كونكريت بيريز وخدت الكلام ده كله بعد ما حولته لفلوس ان انا بضرب في اليونت برايس بتاعه بعد ما حولته لفلوس جمعتهم طلع لي رقم كبير اسمه ايرن فاليو او ايرن فاليو او اكشوال كوست. ساعتها مش هعرف اعمل عمليه التقييم دي بسهوله كان لازم ان هي ايه تتم بالشكل ده. فيبقى الايرن فاليو عباره عن تكنيك عشان يقارن لي انا اهيد اوف سكيدجول ولا بيهايند وكمان في نفس الوقت انا اندر بادجت ولا اوفر بادجت. طيب فكره بقى موضوع المالك والمقاول وكده نبدا الموضوع من البدايه. انا مالك ما جبتش لسه مقاول وقلت انا عايز ابني مستشفى. المستشفى دي يا شباب هتعملوا لي فيزابيليتي استادي عليها؟ قال لك اوكي دي جميله جدا وهتكسبك. ليه هتكسبني؟ احنا هنبنيها بكام؟ قال لك هتبنيها بحوالي مثلا 300 مليون مثلا. 300 مليون بقت 300 مليون دي عندي بلان فاليو. طيب جيت بعد كده وانا بعمل تعاقد مع المقاول اتفقنا على سعر ان هو هيبني هيعمل الكونستراكشن بس بحوالي مثلا 200 وشغل التجهيزات والميديكال اكويبمنتس هيعمله بحوالي 80 وفي موضوع مثلا ان ايه تاني نحطه بعد الميديكال اكويبمنتس موضوع لا دي بعد كده بعد البروجكت. انا كنت مخطط ب 200 ب 300 خليها التوتال 280. طيب فهنا بقت الاكشوال كوست كام؟ 280 والبلاند 300. اقدر اقارن الاثنين ببعض واقدر ان انا اشتغل بنفس الموضوع. لو جينا نتكلم بقى على المقاول عشان الحلقه اللي في النص الاستشاري بحب اجلها في الاكشن اعتبر ان معظمنا شغال استشاري يعني كده. مين شغال مقاولات؟ ما شاء الله عدد كويس والله. الطبيعي في المقاولات انا جاي لي مشروع وعايز اسعره. طيب قبل ما اسعره اعمل ايه؟ اشوف التكلفه بتاعتي ممكن تبقى قد ايه لكل بند وبعد كده ابدا اجمع اشوف الاوفر هيد واعمل تحميل للاوفر هيد ده واشوف التكلفه كلها قد ايه واحط السعر في البيو كيو. يبقى اول خطوه ان انا هعرف تكلفه البند. انا عايز اعمل مثلا بايب لاين او عايز اعمل داكس او كده وهشوف اليونت برايس بتاعتها بتتكلف معايا كام. دي عباره عن الكوانتيتي وده عباره عن اليونت برايس و او مش اليونت برايس ممكن نسميها اليونت كوست. ولقيت ان هي مثلا للمتر الطولي انا هتكلف 30 ريال مثلا. جميل؟ دي كده ايه؟ كوست ولا برايس؟ طيب بلاند ولا اكشوال؟ بلاند. ده كده بلاند فاليو. طيب جيت بعد كده سعرت وقلت ان ال 30 دي حطيتها في الفيو كيو وصلت معايا بعد الاوفر هيد والبروفيت وصلت معايا ل 50 مثلا. بقى ده كده برايس. له علاقه بالايرن فاليو؟ ولا له اي علاقه بالايرن فاليو. ليه؟ لان ده كوست للمالك لكن هو بالنسبه لي برايس. ده داخل فيه حاجات كتير لكن فيه بروفيت واوفر هيد وريسك وكونتنجنسي وكلام كتير داخل في ال 50 ده اللي هو الفرق. فانا بالنسبه لي ال 30 دي هي البلاند فاليو ال 50 مالهاش علاقه بالايرن فاليو كمقاول. نيجي بقى صاحب التنفيذ وانا بنفذ عايز مقاول يجي ينفذ لي الكلام ده. قال لي لا 30 دي مفيش مش هتلاقيها. بكام يا عم؟ قال لي 35. مع الاوفر هيد لقيت ان البروفيت بتاعتي هتقل شويه. ماشي كسبان اتوكل على الله 35. بقيت ال 35 دي بالنسبه لي ايه؟ اكشوال كوست. تمام؟
هما الاثنين دول اللي هقارن بيهم. برايس انا كوست انا كنت حاططها في الاول مخططه، وكوست نشات بعد كده لما فعلا اتعاقدت مع سب كونتراكتور او لما نفذتها بنفسي وعرفت التكلفه كام. البرايس مختلف عن الموضوع ده خالص. ده كده بالنسبه لي. اما في الاخر النقطه الوحيده اللي بتحمل عليها بتكون ثابت، يعني لو حملت نفس هو ثابت. بس الكوست هتبقى ثابته كل مره هتزيد 5 جنيه. هي الكوست متغيره. اه هتتغير. مره 5 مره 10 صح؟ الكوست تختلف يعني الاوفر هيد فرضا ان احنا حاطينه مثلا بالنسبه دي كام؟ 20 على 30 حوالي 2 67%. جميل؟ بس هنا كانت ان الاوفر هيد يختلف عشان دي بقت كوست. بعد شويه لقيتها بدل ال 30 ب 10، في بند تاني لقيتها بنفس السعر ده واكثر كمان من البرايس. فكده ما بقتش قادر اغطي الاوفر هيد نفسي، اروح ليه احسبها بالعكس من الاوفر هيد. ده الاوفر هيد اتغير بناء على تغيير الكوست نفسه. صح؟ لان الاوفر هيد السبيس نو هي ال 20، بس هو فعلا هياخد 20 بغض النظر مع البروفيت وهيقل من البروفيت كمان. فبقت حسبتها مختلفه خالص يعني. يعني ما دخلتش في الموضوع معايا، ما دخلتش في ان انا بقارن تكلفتي المخططه بالتكلفه الفعليه. تمام؟ طيب بالنسبه للكونسلتنت الوضع بقى مختلف خالص. الكونسلتنت انت بعد ما تاخد البروجكت تكون الكاستنج الاولاني خبره دوله مختلف عن البراكتيكال. يعني انت بتبقى عامل حسابك مثلا ان هتبقى بكذا ولا كذا ولا كذا وبتصرف تركتر بكذا. لسه عارف المشروع بتبتدي تاخد المواضيع بقى، لان الحاجات اللي بتصرف تركتر دي لازم تضغط عليه شويه تاخد منه حاجه ثانيه. فانت في البدايه بيبقى بادجت بقى اللي انت بتمشي بيه في كل الفيوتشر بتاع البروجكت. ما بقارنش بالكوست بريك داون الاولاني خالص اللي انا عامله. النقطة فعلا في خطوة بين الاثنين دول في مجال المقاولات، انك قبل ما تخش بقى في المعمعة بتعمل نفسك بادجيت الكوست لبريك داون لكل حاجة، وده اللي بتضطر انك تشتغل. ده بارت تانية انا في السعودية ما شفتوش، بس هو يعني طبعا بنتعلم من حضرتك على طول يعني باستمرار. لا 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 بالعكس انا كنت بعد حضرتك على طول يعني باستمرار يعني. فممكن فعلا يكون بره السعوديه مثلا بيشتغل بطريقه ثانيه عندي كنت ربنا يكرمك وشكرا ان شاء الله لك على طول باستمرار. لا بس بتكلم بجد حلو. لا انا فاهم اه، بس ممكن ما شفناهوش في السعوديه، ممكن معتاد مثلا اه. بس من وجهه نظر الكونسلتنت الموضوع ممكن مختلف شويه، لان الكونسلتنت هو لا صاحب سعر ولا صاحب تكلفه، هو الراجل بيمثل المالك وبيقول له يعني انا عايز اقارن لك ما بين الاثنين عشان ابين ان انا عامل حاجه، فدايما بيجي على الكوست ويقول له بص هو الكوست ده مع المقاول ولا ما اعرفوش، هو عمره ما هيدينا الكوست بتاعه، فاحنا مش هندخل في الحته بتاعت السي بي اي دي، فدي اردم عليها كده. ونيجي بيحصل الكلام ده ولا لا؟ ايه؟ الاكشوال اللي هو ايه؟ اللي هو البرايس كده ما ده اكشوال كوست هو اللي بنتبع هقارن ايه؟ ما بالانفويس دي مش صح، لان الانفويس دي فلوس متاجله. الانفويس فلوس متاجله هتيجي كده كده لكن مالهاش علاقه. لكن لو انا حطيت البرايس نفسه ان ده اكشوال كوست هقارنه بايه؟ بلاند اللي هي ايه؟ بلاند اللي هي عند الشغل وحاصل عليها. فهي نفسها البرايس يعني ان انت عندك دلوقتي دي شهاده من جوجل خلاص خلصت، بس انت لازم تطحن واحد عشان تسلم المشروع. طب مين انت بتتكلم على فلوس الاستشاري؟ لا لا احنا بنتكلم الاستشاري بيمثل المالك فبيحسب له حسبته بتاعت الكونستراكشن. لو انت شغال انفستمنت ومخطط السعر ده تمام هتبيع حاجه وبعدين كوانتيتي صغيره فالكوانتيتيز اللي اتغيرت دي بتغير لك السعر. ده لو هو المالك صح الكلام ده، ده لو هو المالك عطاني البلاند بتاعه، ده المثال اللي قلناه في الاول. لو عندي اونر وعنده في الانفستمنت الوضع كان كذا. انا شغال دلوقتي مع شركه شغالين فنادق، هم شغالين فعلا. انا قاعد دلوقتي حتى في اداره الاستثمار معاهم، الناس فعلا بتعمل بلاند فاليو بشكل مظبوط وبيعملوا فيزابيلتي ستادي وبيبقى عندنا بلاند. طبعا دي كده بلاند، لان لسه حتى الان ما اتعملش بروكيورمنت ولا اتعمل ديزاين ولا اي شيء، حطوا كل البنود الديزاين والبروكيورمنت والكونسلتنت والسوبرفيجن والبي ام، وحطوا الاف اف اند دي في الفنادق في
الفيكشرز والفرنتشر والاكويبمنتس، وبيحطوا كل الحاجات اللي تتخيلها، وبعد كده بيروحوا بقى يصمموا ديزاين، طلع الديزاين عمل بروكيورمنت، اكتشف ان السعر ده زاد والسعر ده قل وهكذا. ففي اللحظه دي ساعتها ممكن اتس اوكي، بس لازم يكون الملك قايل لي عشان اعرف الاقي داتا اشتغل منها يعني. لكن في المقاولات في العادي المالك، معلش المالك ما بيعينش الاستشاري غير بعد الاوردنج، ما بيبقاش عارف حاجه عن الهيستوري اللي فات، وبيعينه بيقول له انت ليك دعوه بس بالجزء بتاع المقاولات ده، اشرف لي عليه. طيب انا ما اعرفش حاجه عنه غير البيو كيو، في حاجه ثانيه هتديها لي؟ لا ما فيش. طب اعمل الفاليو ازاي؟ ما فيش عندي غير هو رقم واحد الكوست. طيب هاجي بعد كده للجزء بتاع البراند، اقول له اه بالنسبه للبراند بقى دي انا طلع لك اس بي اي، لان فعلا الكميات بتختلف، انا بيهايند سكيدجول ولا اهيد اوف سكيدجول، فاقدر ان انا اقارن البراند فاليو بالارنت فاليو. بالنسبه للمقاول هو فعلا ايه بقى اللي شفتناه؟ بياخد الارض دي او الباكج بتاعته كامل اللي بيشتغل عليها، ففيها في مثلا في الكونتراكت اللي بيوصلوا فيه يعني في حاجه من الديسكربشن بتاعت الناس اللي بتشتغل، في مسبيس في البي كيو في الجوب ديسكربشن بتاع الناس. بنتكلم على عقد اوت سورسنج ولا؟ ايوه حتى اه اوت سورسنج ده اللي هو زي ما قال باشمهندس على موضوع الاستشاري. تمام، بس انا احس ان الاستشاري اسهل بكتير يعني، في النهايه بتتكلم في الاستشاري البادجت بتاعته كلها او العقد يعني، الويت بتاعه ضعيف جدا مقارنه بالكونستراكشن يعني. مش بص كده وجهه نظري في السؤال، ممكن احكي على تشكيل كذا كذا في بدايه العقد او بعد العقد او بعد العقد مثلا كان لو انا بعمل بلان بعد العقد، هو الاصل ان انا هعمل بلان بعمل الاول وبعد كده اشتري، اشتري ان انا اعمل عقد. احسن بالنسبه لي بعد يعني الاستشاري بيقسمها بعد وقع العقد ولا مش بعد؟ ياخد الايتم دول يتجوزوا خلال الشهر في محطوطهم 1000. اكشوال انا بعت فيهم 1000 200 بس تغيير مثلا السنجر او الابريزر مثلا عندهم. الاول تواصلت عليا ب 1000 200 عارف انا احسن. ممكن باعتبار ان دي المعطيات الاولى اللي معايا او المعطيات الوحيده اللي معايا، لكن الاصل ان انا بقى عندي كده ثلاث قيم، قيمه اللي هي البلاند زي ما قال باشمهندس محمد في موضوع الانفستمنت في البدايه خالص دي بلاند فعلا، وبعد كده قيمه اللي هي البرايس دي كان اكشوال نمره واحد، وبعد كده اكشوال ثاني اللي هو لقينا فيه في اوز. يعني لو بصينا الموضوع على بعضه بلاش ندخل في الديتيلز بتاعت الايتمز لان هي دي اللي بتكسر الموضوع وبتتوهنا. انا قلت انا هعمل فندق، هعمل فندق ده بكام؟ 150 مليون كله على بعض 150. بعد شويه اتفقت مع المقاول لقيته عملته ب 160، بقت الاكشوال 160 لكن بلاند 150 مع الفاليشن، وفي نهايه الموضوع لقيته انه 170، بقت دي الاكشوال الاخيره، فهي دي اللي اقدر اقارن بيها. تمام، وضحت الفرق ما بين الثلاثه؟ اكشوال ولا اقارن؟ الصح ان انا اقارن الاكشوال حاليا بالبلاند الاولى خالص. الاكشوال حاليا دي على حسب انا وصلت لفين، هنا مش هبقى عارف لسه ال 170 هقارن ال 160، طب بعد شويه عرفت ال 170 هقارن ال 170، اقارنهم بمين؟ بالبلاند اللي انا حطيتها في الاول. سؤالك هل برضه الاحتياج في ال لان معلش ثاني لان ال 160 دي مش بلاند، دي انا مغصوب عليها، انا عملت تندرنج وهو الراجل جاي وقال لي 160. يا اخوانا انا عايز 150 حد يديني اقل، لا مفيش اقل هو 160. اتس اوكي اوكي خلاص مغصوب عليها، دي مش انا مخطط لها خالص، ده دي نتجت. تمام؟ فدي اكشوال. بيتعملها كرديت. دي قواعد ما ينفعش تبقى اسرع يعني، كل واحد بيخطط من وجهه نظر. تمام. انا كشويه بخطط من وجهه نظري. لما باجي ادخل على التراكتور مين بيعمل هذا الكلام؟ انا من وجهه نظري. تراكتور ولا كلاينت؟ بتكلم على كلاينت. كلاينت بيعمل مونيتورنج بيعمل التنفيذ بتاعته من وجهه نظره هو. وبعدين الكونتراكتور من وجهه نظره هو الثاني. تمام. الكلاينت او الكونسلتنت من وجهه نظره الثالث. تمام. هو بيتفقوا هما في الاخر ان بياخدوا نفس البرنسبلز دي وتشتغل برنسبلز صح عشان الارقام لها. بياخدوا برنسبلز اللي هو صح، ده انا قلت في الاول لما قلت ان الكلاينت هيبص لها بالشكل ده، اما الكونتراكتور هيبقى عنده ارقام بقى مختلفه، هيبقى عنده بلان وبعد كده بقى عنده اكشوال مع السب كونتراكتور بتاعه وعنده برايس مش داخل في الموضوع، ففعلا الكونتراكتور هيبص لها من ناحيه مختلفه خالص على الكلاينت. تمام، فانا مؤيد لحضرتك. احنا مش عايزين صحيح الموضوع يتحول لفاليو سيشن. عايز برضه من ضمن الحاجات اللي فيها توصل الماتريكس اللي هي الفوركاستنج يحتاج ايه؟ فوركاستنج تنبؤ الشارع لما يجي اكيد هيبقى برضه بيدخل من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى
اكيد اكسبكتد فينش ديتا واكسبكتد كوست مثلا. كلام جميل. طيب الكواليتي ماتريكس انا قلت انتوا هتسولوا عليها. الكواليتي ماتريكس اف اي ار طب زيرو قال لك ارن فاليو فخلاص احنا مش عايزين ارن فاليو يلا نروح. طيب الكواليتي طبعا الكواليتي بتختلف المصطلحات اف اي ار واي ار وار اف اي هقول بس النقطه دي بس بقيه الكواليتي هقلبها عشان دي دايما بتعمل ايه اختلافات ما بين وجهات نظر. في مدرسه بتتكلم بتقول اف اي ار، في مدرسة تانية بتقول ان هو اسمه اي ار، وفي مدرسة تالتة بتقول ان اسمه ار اف اي. حد مش فاهم اللي انا بقوله ولا كلنا فاميليار؟ كلنا فاميليار معاه مش كده؟ تمام. لا لا مش فاهم. طيب بس مش فاهم يعني ايه ار اف اي في المواقع؟ سبيشال ولا انفورميشن؟ ايوه هي دي النقطة. لو انا بتكلم على انسبكشن بعض الناس بتسميه ار اف اي ريكويست فور انسبكشن، بعض الناس بتسميه انسبكشن ريكويست، بعض الناس بتسميه فيلد انسبكشن ريكويست. اي دبليو ورك مستر هنري كان في اي تي ار انسبكشن اي ايه؟ تي ار انسبكشن سيستم بس ده للتست بس مش للانسبكشن العادي اللي كله؟ وعموما الانسبكشن المفروض ان هو ثلاث انواع ايه انواع الانسبكشن؟ يا اما فيجوال يا اما ميجرمنتس يا اما تيست صح كده؟ اعمل كواليتي انت شغال كواليتي انجينير شركه اجنبيه اسمها تكن شيبينج بس سيبنا بقى الموضوع وخدنا عليه. المهم فالنقطه دي عشان تعمل بس خلافات فنتفق عليها كده. فاي حد يعني هيقول الثلاثه دول هو يقصد بيهم الانسبكشن ريكويست العادي ان انا طالع استلم حاجه. طيب انا عن نفسي شخصيا بفضل التسميه دي عشان افرق ما بينها وما بين الام اي ار ماتيريال انسبكشن ريكويست، وافرق ما بينهم وبين التسميه الثالثه اللي هي ار اف اي ريكويست فور ايه؟ انفورميشن. بقى اللي خلينا دي انسبكشن ريكويست فور انفورميشن. يعني ايه ريكويست فور انفورميشن؟ المقاول عنده حاجه مش واضحه في الدروينجز او في السبيكس وعايز يفهمها فبعت يستفسر من الاستشاري هي مقصود بالدروينجز دي تقصدوا بيها ايه؟ فده ار اف اي. فعشان كده احنا محتاجين دايما الار اف اي برضه ان هو يبقى له تسميه مختلفه. مش المفروض اسمهم يكون محل تاني. الاي تي بي انسبكشن تيست بلان او الكواليتي بلان نفسها الكواليتي بلان تبقى محدده الكلام ده. الكواليتي بلان بيتقال فيها. عارفين موضوع الاي تي بي ده؟ مفيش داعي ندخل فيه. براحتك. فيلد انسبكشن ريكويست سبميتد ابروفد ريجكتد بيندنج ونقدر من هنا نعمل السكسس كي بي اي ده واحد من الكي بي ايز مثلا كام انسبكشن اتقبلوا من التوتال انسبكشنز اللي انا عملتهم قدمت 80 بس اتقبل منهم 60 60 على 80 ده احد الكي بي ايز ممكن اعملها نفس الشيء في الماتيريال الام اي ار سبميتد ابروفد ريجكتد بيندنج والكي بي اي بتاعها الام سي ار معترفين على موضوع الام سي ار ده ال NCR عشان ده من الحاجات المهمه جدا دي نون كونفورمانس ريبورت النون كونفورمانس لو الاستشاري شايف حاجه غلط في الموقع فبيصدر NCR ان يا مقاول عندك الموضوع ده غلط ولازم تصلحه بموجب ال NCR ده والكلوزنج بتاعه ان المقاول يقفله ويقول فعلا صلحته الاستشاري يبروف الكلام ده فطبعا ممكن هيبقى عندي NCR لسه اوبن وNCR كلوزد طب انا عندي توتال NCR كلهم خلال الشهر ده مثلا ثلاثه كم منهم اوبن؟ واحد يبقى الثلث اوبن فده كده كي بي اي العدد NCRs المفتوحه الى التوتال سواء خلال البيريود او توتال المشروع توتال المشروع كله مثلا توتال المشروع كله مثلا 100 NCR متقدمين لغايه دلوقتي مفتوح منهم 3 يبقى 3% لكن لو مفتوح منهم 20 20% رقم كبير جدا يعني. طب كده اتكلمت على الكميه طب بالنسبه للزمن بس التاثير فيها يعني ممكن جميل لو نستعمل حاجه كده اللي هي الديلي بس هي كنت حاططها في التايم وعملتها نسبه الديلي نفسها وحاططها في الانجنييرنج برضه هتعدي خليها بنتولها الانجنييرنج جميله عشان المهندسين اللي شغالين كونسلتنت
الدرونكس وكده. فكلامها صح، الديلي نفسه هو قفل امتى؟ قفل بعد قد ايه؟ فممكن فعلا ان احنا نضيفها للكواليتي، وانا هشرحها بس عشان مش كاتبها هنا هشرحها في نقطه جيده جدا طبعا. ال NCR previous current total open and closed، ال NCR على مستوى كل ديسيبلين. انا ممكن اقول في الديسيبلين ما عنديش، في الاركتكشر عندي 20، في الميكانيكال ما فيش، في الالكتريكال ما فيش، يبقى في مشكله عندي في الراجل بتاع الاركتكت ده، لازم نغير المهندس المعماري. تمنيش ال NCR KPIs percentage of open، وزي ما قال باشمهندس موضوع البداية، والنمبر اوف NCR issued this period كام خلال البريود دي، واللوك. انا اقصد برضه احط اللوك هنا باعتبار ان انا ممكن ايه احط الكلام ده كجزء من الداشبورد، وعشان افكر الناس باللوك يعني، هو ده كان الهدف الرئيسي بس ان انا اعرف موضوع اللوك لو حد مش معتاد عليه. في الانجنييرنج لو عندي مثلا في الانجنييرنج السبميتالز الشوب دروينج او ماتيريال سبميتال او ميثود ستيتمنتس او ميثود ستيتمنتس والنون ديت ايتمز، ممكن اعمل الكلام ده. الار اف واي هنا جه اهو ريكوست فور انفورميشن، كام سبميتد وكام بيندنج. انا عندي 3 بيندنج من اصل 5 الاستشاري دفع دي، الكلام ده كله يعني ممكن يكون مسلمين امبارح يبقى خلاص كده. طب الانسبكشن انا بستفيد بيه بقى يعني، ممكن احدد الاكتيفيتيز اللي انا بعملها، انما انا بستفيد منه على مستوى المقاول ولا الاستشاري؟ لا والمقاول والمقاول خلينا الاول على مستوى يعني لا الشركه كمان يتحاسب من دول شغال اونر معلش بعدين الشركه زمان كنا بنقول كده. انا لو عندي دلوقتي المقاول قال انا مخطط ان انا لغايه شهر احنا في ايه دلوقتي نوفمبر لغايه نهايه اكتوبر ان انا اكون مقدم مثلا ايه 200 سبميتر مثلا. طب والاكشوال كام؟ الاكشوال 150. السبميتر دي اللي هي الار اف اي؟ لا انا عندي في المشروع في دروينز للشوب دروينز لمحطات الورشه وعندي الماتيريال. نتكلم عن الار اف اي يعني الانسبكشن انا هستفيد بيه. نتكلم عن الار اف اي لو هي حاجه في يعني بالنسبه للمقاول مش هستفيد، بالنسبه للاستشاري هستفيد. بتعلق قد ايه عنده؟ انا مالك وعايز احسب الاستشاري. الاستشاري انا جايب الاستشاري بدفع له فلوس ليه؟ بدفع له فلوس عشان ياخد الدوكيومنتس من المقاول ويخبيها عنده وما بيجاوبش عنده، فلازم اقيس على ده وعلى ده. اداء المقاول كويس، هو عمال يطلع عارف هو عنده 20 بيتجاوب عليهم، واحد بس اللي بيتجاوب هي استشاري قاعد بتعمل ايه في مصر. اصل انا كنت مشغول بالشوب درونز مش واخد بالي ان في ار اف اي، فايه فلا المهم ان انا اقيس الاثنين. لكن اللي انا كنت هتكلم عليه طبعا الشوب درونز بالنسبه لك اوكي مش ده كانش السؤال مش كده؟ هنشوف ازاي الابروفال والريسبمنت اللي جاي من الشركه في الار اف اي. في الار اف اي الابروفال وايه تاني؟ والري سبميت. دي سبميت للار اف اي بس الار اف اي سؤال مش يعني هو على حاجه وانا هقول لك السبميتر اللي بعد دي. انا هتكلم على السبميتر على الاكواد مش عارف ايه السبميتر بتاع تمام. السبميتر انا المفروض ممكن احطها بقى على مستوى الاكواد، ممكن اقول مثلا ايه ان انا عندي في السبميترز وكنا جاهزين جيب اوف تيبل للكلام ده الساعه كام عشان ايه وبي ايش اسف الساعه 10 ايوه كويس معانا وقت كويس احنا عايزين ال 11 بس قبل الساعه 7 وانا برضه 7. طيب الاكواد انا هصنف الاكواد وهقول مثلا هنا الكود وهنا عندي مثلا ايه وايه وايه مع ان مفيش حاجه ايه بس فرضا يعني وكذا واحد بي وكذا واحد سي، وهبدا اقول ان انا عندي نسبه الدي الى التوتال او نسبه السي والدي الى التوتال. هلاقي ان انا كان المقاول مقدم 100 سبميتر، السي والدي منهم حوالي مثلا 40، ده معناه ان في حاجه مشكله عند المقاول، 40% من اللوحات اللي انت قدمتها اترفضت كتير، لكن لو في رينج ال 10% خلاص رقم يعني مقبول شويه. فهي ان انا بنسب الكل اللي هي زي الكومن سايزنج اللي قلناها، التوتال جزء منه اترفض اتعمل له طلب ريسبميت تاني اللي هو كود سي ودي. هل واضحه كده ولا يعني احنا لو هنقول ان في 200 سبميتر ايوه قدمهم المقاول، انت كاستشاري خدت سبميتر ودلوقتي بالنسبه للمقاول كان عامل 200 قدم 150 قدم 150 تمام. دي حاجه دي حاجه اللي انا بقيس اداء المقاول في التقديم 150 من 200 تمام. لكن انا كاستشاري شفت من ال 150 دول ان في منهم في مثلا دي النقطة الثانية النقطة الأولانية كانت على التايم على الورك نفسه على الإيفورت، هو متأخر في الإيفورت متأخر في الإسكان حاجة بايظة اللي بعديها بقى دي على الكواليتي ان هو 40% أو 50% من اللي مقدمه كمان مرفوض، فده كي بي أي وده كي بي أي تاني، ده معيار وده معيار تاني. ماشي فأنا بقول إن ال 10% ده أوكي جيد أو
متوسط او مفهوم او في خطر او خطر. الاصل ان انا اقول ال10 ايه الحاجات اللي بتستخدمها ممكن فوق ده انت خاصه في خطر او ده ما تبوش يعني. في حاجات متعارف عليها وفي حاجات شبه مقبوله والافضل ان يتحط معيار في بدايه المشروع مثلا في البروجكت مانجمنت بلان بتاعته وان انا اقول ان ده مقبول وده مش مقبول وهكذا. يعني اللي هي موضوع الرينج، اصل الرينج ده هتبقى في كل شيء. انهي رينج مقبول؟ كان في التايم ولا في الكوست ولا في الكواليتي ولا في الانجنييرنج ولا في الريست؟ كل شيء موضوع الرينج. احنا كنا قاعدين بنتكلم في موضوع الاونر ده على الديزاين والديزاين بالثلاث الاربع مراحل بتوعه، الكونسبت والسكيماتيك وبعد كده الديتيلد والتندر دوكيمنتس وبعد كده عندي بروكيورمنت وعندي بعديهم كونستراكشن وعندي قبليهم انفستمنت في زي ستادي. كنا قاعدين بنحط بريك داون. بريك داون لما يخلص ديزاين وبروكيورمنت يبقى خلص كام في الميه من المشروع؟ في واحد قال 33%، رقم كبير قوي. قال ليه يعني عملتها 33؟ قال اصل انا حسبتها بالتايم وايز لقيتها 33، لقيت ان الديزاين عندنا في الشركه بياخد 12 شهر مع البروكيورمنت والتنفيذ بياخد 24 شهر فرضا مفيش تاخيرات، فبالتالي دي تلت ديت تمام. ف 33% او دي تلت التوتال سوري تلت ال 36، فده كده حسبها تايم وايز. واحد تاني قال لا هم 3% بس. ليه؟ قال لك كوست وايز. فوصلنا لاتفاق ان هي خلاص اوكي خليها 10%، 10% لو خلص الجزء ده يبقى خلص 10% من المشروع، لان الاونر بيبص على المشروع ككل، هو مش فارق معاه انت في اي مرحله دلوقتي، قد ما فارق معاه نسبه الانجاز البراند كام والاكشوال كام. تمام؟ فحته الليمتس دي لازم بنتفاق يعني. طيب عشان يعني الاربع انواع بتوع الستيتس بتوع الجروب ما فيش يعني فيكس كريتيريا فيهم ان ايه ابروفال بي ابروفال اوف كومنتس سي كذا دي ريجكت. في كريتيريا ليها مثلا جديده متعرف عليها؟ هم الاكواد زي ما حضرتك قلت هو ده المعتاد بتاع الاكواد اللي هو ايه اللي هي ابروفد ومحدش بياخدها وبي ابروفد اس نوت مع بعضات وسي قدم تاني ودي لا مفروض ان تقول ده ملوش علاقه بالموضوع. بس الفكره كلها بقى ان انا بعمل سب توتال. سب توتال ان انا بيبقى عندي داتا بيز موجود فيها بيهات كتير وبيهات كتير وسيات وانا عايز اعرف الاعداد لكل واحد منهم زائد النسب المئويه زائد باي شارت كعكه كده جميله بتقول نسبه ده كام وده كام وده كام. ولو اقدر اعمل سب جروبنج لان السي قريبه من الدي اعملهم واحطهم في ايتم واحد والاي زي البي في ايتم واحد وهكذا. طب انا هخش سؤال صغير كده في البلاننج يعني. انت يعني وانت بتعمل مش عارف كان في موضوعنا ولا لا وانت بتعمل تايم سكيدول سريع كده ازاي بتحدد تقدر تحدد ان السبمنت اللي قدمه المقاول كان هو كان البلان بتاعه 200 وهو قدم 150 ومن خلال التايم سكيدول ده بتقدر تحدد برضه انك تبقى جواه وازاي تحدد انت دي تصيطه ايه؟ ايه او بي او سي؟ ده ممكن يكون ازاي احدد الديتو ستيتس؟ ما الستيتس دي اكشوال ده مش هحددها في مرحله البلان على حسب بقى انا عندي انا عندي السبمنت بتاعه البلان وعندي الاكشوال بتاعه قدمه حتى انا لسه ما خدناش في الاكواد بلان مش معروف الكود هيبقى ايه؟ لا انا الكود ده لما هيقدم على عدد على عدد وليكن عدد العدد 200 ده بلان هو نظرا عن الاكواد صح؟ ايوه ايوه تمام هو قدم 150 قدم 150 هو حط لنفسه تايم سكيدجول في الاول في ضوء المعطيات اللي عطيناها له في العقد قلنا له في خلال اول ثلاث شهور من العقد لازم تكون مقدم كل السبميتس مثلا حطيت له الشرط ده وقلت له لو سمحت قدم لي تايم سكيدجول قام جاي هو مقدم اكسل شيت او برنامج سكيدجول او ايا كان لكل السبميتس اللي عنده وتواريخها قدرت ان انا اعرف ايه اللي في مايو وايه اللي في ابريل وايه اللي في مارش جمعت ايه اللي في مارش لغايه النهارده وعدتهم كذا. ما لناش دي عاديه بقى انا عايز اقول لك انا اللي انا عايز اساله السؤال المحدد ازاي هندخل بقى في التايم سكيدول اللي مقدمه ده ولا هيبقى سكيدول لوحده ولا ممكن يكون داخل السكيدول بحيث ان نعرف ان ال 150 دول انا كاستشاري اديت له عليهم 50 طبيعي يعني مش عارف حضرتك مثلا ان هم يتحطوا مثلا في الجوجل ولا في اكسل شيت هل تقصد كده حضرتك؟ عندي وجهات نظر مختلفه جدا. انا عن نفسي بحب ان هم يبقوا موجودين في البروجرا زائد الاكسل شيت والاكسل شيت له مهام ان انا هتابع عليه لوجن كامل بقى باللوجن يعني بتابع الاكسل شيت عشان تحطه انا بفضل كده يعني الصراحه زائد الامباكت على ده بس عشان ما تحولش الموضوع ده ايه خلينا نركز في الجزء ده عشان الوقت لان هو لسه ما بداش المحاضره تقريبا بداش مش كده؟ بعدين بالنسبه للاطفال بيعتمد اساسا على ثلاث حاجات انسبكشن ولا انفورميشن؟ لا لا احنا قلنا كل ده مش ثوابت انتوا هتضيفوه ايوه يعتمد على المحطوط فيه
كيلو مثلا لما بنتكلم على كيلو او ميسنج او جميل ايرور او ميسنج او ميسنج او كونفليكت تمام دي كانت مدرسه امريكيه دي جميل لا حته كويسه ما شاء الله حته اصوليه بالظبط هي اللي هي الدبليو بي اس ايرور كونفليكت او ان احنا ناخدها هنا شرحها هو عندنا ايرور او ميسنج او كونفليكت تمام كمان الالف واي دي ممكن ينتج عنها دي بو فاريشن اوردر بمعنى ان انا مثلا ممكن في ميسنج سكاي لايت مثلا تمام سكاي لايت ده اصلا مش محطوط ماتيريال فالميسنج ده انا عندي تسعير جديد الماتيريال الجديده مش متصنفه اصلا في الجيم كله قدامي الالف واي مهم جدا صحيح جميله السايكل دي لما بتدخل في الحته العقديه يعني بتدخل على الريسك وبتدخل على الايشو تقرا عن تايم على الايروين الاكستنشن تايم وعلى الفيوز جميل ما شاء الله طيب انا بنقلب الصفحه دي لونج ليد ايتمز بس هو الحاجه المهمه هنا حد ما يعرفش لونج ليد ايتمز حد مش متعارف مع الكونسبت ده اللونج ليد ايتم اللي هو الايتم اللي انا هشتريه ومن ساعه ما هعمل بيرشيز اوردر هياخد وقت طويل على ما اقدر اجيبه الموقع زي مثلا بامبس مثلا شيلر او اي ايتم مثلا جنريتور بيت هيد يونت بتاعت المستشفى ايتم معين انا عايز اشتريه بس زمن الشراء نفسه من ساعه او زمن التوريد من ساعه ما بعمل البي او بيرشيز اوردر لغايه ما يتورد الموقع اخذ اكتر مثلا من 3 شهور ده متعارف عليه اخذ اكتر من 3 او هياخد اكتر من 3 شهور بعتبره لونج ليد ايتم زمن التوريد بتاعه كبير فالعناصر دي بقى اندر سبوت يعني او يعني تحت الميكروسكوب كده ان انا ببص عليها باستمرار وانا بعمل كي بي ايز للماتيريال ازود كي بي اي كمان لللونج ليد ايتمز اللي هي جزء من الماتيريال بس جزء مهم جدا ليه؟ لان مش هروح اجيبه من المصنع اللي جنبنا في شهر هلاقيه عندي لا لسه هيستورده او ممكن يتصنع مخصوص ممكن هيبقى مثلا استشاري كده بتاع الاي دي انترنال ديجريشن جاء مثلا وقال لي معلش احنا هنغير لك بقى الشغل اللي هنا خالص وعمل لي شكل سيراميك جديد، يعني السيراميك ده مش في السوق، لسه اصنعه مخصوص عشان هنا. طيب معلش هو كده الكلاينت معجب بالكلام ده، فتحول السيراميك تايل ورك بقى لونج ليد ايتم، مع انه في بقى جنبنا بس هو عايز حاجه كاستمايزد، او سجاده مثلا هتتصنع مخصوص بشكل معين عشان فدي كده بقت لونج ليد ايتم، فهو معيار الزمن بتاع التوريد، من ساعه ما اعمل بيرشيز اوردر اتفق مع الفندور خد فلوسك ايه او العربون او كده لغايه ما يتورد الموقع هياخد وقت قد ايه والكرايتيريا المعتاده 3 شهور اكتر من 3 شهور لونج ليد ايتم البالك تقصد بيها ايه؟ عشان ابص على الباكيت لسه عامل ايه؟ الناس يعني حاجه هجيب منها كميات كبيره يعني طيب هل دي هتبقى فيها ايشو ممكن تنتج منها او كريتيكال؟ ولا دي اوبورتيونيتي؟ دي ممكن اطلع منها اوبورتيونيتي ان انا اضغط شويه في السعر عشان انا هاخد حاجه مثلا ممكن يتبص عليها يعني باعتبار ان ايه ممكن ان انا استفيد منها كاوبورتيونتي حد شايف ليها حاجه مثلا ممكن بس ما انا ممكن تبقى بالك بس انا مش هجيبها مره واحده هجيبها على براحه ممكن وجهه نظر طيب بعد الانجينيرنج الريسك والايشوز عدد الريسكات نفسها الديسكربشن كم منهم كرنت ابكامينج اكسباير يعني خلاص كنت متوقع ان ده ريسك بس عدى الوقت اللي محتمل اللي كان يحصل فيه وما حصلش فكل ريسبونس بلان خلاص مش هبص عليها تاني واي ريزيرف كان معمول له اساين له خلاص يعني الريزيرف ده يعتبر ممكن ارجعه بقى للمالك واقول له تستفيد بيه ده لو بيحصل الكلام ده نيولي ديسكفرد ريسكس ريسكس اكتشفتها جديده الايشوز حد عارف فرق بين ريسك وايشو؟ نقطه اصوليه برضه الريسك نفسه بيقول هو بوتنشال يعني ممكن يحصل ممكن لا احتمال ممكن ممكن لا فانا متوقع ان السعر يختلف ان الدولار بيطلع ان بلاش نتكلم بالسياسه بقى التسجيل كان شغال خلينا حل متوقع ان سعر الحديد ينزل انا سامع انه نزل في الاسواق هنا 1750 يا 1750 كتير بس فنزل برضه وصل الساعه 3 فكده يبقى ايه الريسك حاجه متوقعه ممكن تحصل ممكن لا فانا عايز احط لها بس اعتبار لو حصلت هتصرف ازاي لكن الايشيو مشكله خلاص حصلت ما تحطهاش بقى في الريسك ريجستر روح اتعامل معاها وحلها على طول انت لسه هتخطط لها ما هي اوريدي حصلت فدي بتتحط في الايشيو لوك
دي برضه هنا نقطه المهندس عماد. يعني لو فرضا عندي 3 نير مس حصلوا خلال الشهر ده كده حاجه كويسه ولا وحشه ولا وسط ولا ايه؟ فدي برضه لازم بنتفق عليها قبل ما نيجي نعمل داشبورد. بنقعد نتفق مع البروجكت مانجر مثلا ان الرنجات المقبوله ايه؟ واحيانا بنقول مثلا نير مس بس حصلت خلاص ده اتس اوكي ده جرين مثلا. في برنامج بتاع يحدد لك من الاول لو ترسلوه لنا وننزله حتى للناس لو كده لا لو ترسلوه لي البرنامج نفسه او كده تعتبرني بقى فايده للناس. لا موجود والله بس انا مصدق حضرتك ما قلتش حاجه بس انا باعتبارنا ما نفهمليش لغايه الرايتنج في الفطار تمام. الناس ان مفيش حاجه اسمها مفيش اتفاق خلي بالك بعد ساعات العمل تمام وعلى عدد الكيس اللي حصل فيها ونجرب كل حصل فيها ايه. انا بقول لحضرتك لو في اي اضافه او كده يا ريت. نير مس يعني نير مس ممكن نترجمها ازاي؟ نير مس ممكن نقول يعني زي مشكله كانت بتحصل ما حصلتش مش عارف تتكلم ازاي بس هي ما وصلتش للانجوري. ممكن مشكله حصلت بس زي مثلا الهاوس كيبنج ما حصلش ده كده منين بس ده كده يعتبر ما حصلش حاجه مثلا ما وصلتش لان يبقى في انجوري ما انجرحش بنعمل مثلا فايلنج وفي مثلا الكازون او البايننج نفسه الكيس نفسه متعلقه وكلام من ده وفجاه وقعت مثلا ولا حاجه بس مفيش حد اتصاب. لا محدش اتصاب. بيلبس حاجات بسيطه الاقي واحد ماشي اتكعبل يعني خصوايا يعني كومن تحصل ومفيش مراعي تاثير. طيب انا افضل ان نرجع لبتوع السيفتي اكتر لان انا مش فاهم فيها الصراحه. انا مش كبير سيفتي يعني ده صعب بس احنا بناخد من الناس بتوع السيفتي يعني كم نير مس حصلت؟ خلاص ماشي على خلاص حاجات كتير يعني بيبقى الواحد فعلا مش مهم بيها بشكل. هنا اليوتيليتيز الانفيرمنتال دلوقتي بقى لها جزء كبير يعني اتش اس اي الانفيرمنتال دلوقتي بقى لها جزء كبير مع السستينابيلتي والحاجات دي. في دول وسعت الموضوع اليوتيليتيز الخدمات اللي في الموقع هل في اللايسنس محتاجينها اللايسنس الموجوده طبعا اي تي اي وسكتر الحاجات دي هنا بس في السعوديه يعني المساحه وامانة الرياض اسرتز سيفل افيشن طيران لو مثلا بدنا يبقى عالي او كده وقريب المطار الباور سبلاي ووتر سبلاي سويتش ستوب ريم التليفون كوميونيكيشن انترنت ال بي جي الكواد بتروليوم جاز الافيشن لو في هليبات يعني في مستشفى وفيها مطار مثلا بهليكوبتر يعني تطلع بالطائرات يعني فهل الهليبات كنسل ولا لا تعتبر من الحاجات الاذر ميتريكس بروكيورمنت لوج ميتينجز لوج الكورسبوندنس لوج انا اصلحتهم عشان يكون اللوجز بس موجودين معانا بشكل كويس الفوتوز سواء كانت بروجريس او كواليتي او سيفتي ناخد بالنا عن كتير قوي بتحصل المشكله دي بتجيلنا مشاكل من المواقع اول عايز بروجريس فوتو يعدي الناس بدون سيفتي هيلمت او بدون اي مشاكل والناس طالعه فوق على السفاله ومفيش اي هاردس او اي حاجه يعني فضروري طالما باخد بروجريس فوتو ما تبقاش معبره بقى عن الكواليتي والسيفتي لازم تبقى بشكل كويس وفضل ما يبقاش في ناس استنى كده الموقع على رواقه وزي الفل واخد صوره بمنظور واسع يفضل جدا الصوره الخارجيه او الدور تبقى يعني المنظور فيها واسع عشان تبقى معبره عشان فعلا اللي يبص على الصوره في الداشبورد او في الريبورت تبقى معبره بالنسبه له. الكواليتي فوتوز والسيفتي فوتوز ابقى مراعي ان ايه مفيش حاجه فيهم بتمس الثانيه يعني الكواليتي خاصه بحاجه الكواليتي وما دخلهاش في البروجريس والسيفتي نفس الشيء ما لهاش علاقه بالكواليتي وما لهاش علاقه بالبروجريس. طيب كده خلصنا الجزء الخاص بالمتريكس نفسها ندخل على
الكاركترستكس وانا بعمل اي داشبورد ضروري ان هو يبقى يعني ما قل ودل اكسبريس بريفلي ان انا بايجاز اعبر عن الحاجه اللي انا عايزها. لو انا متعود اعمل على سبيل المثال اسكر شكله جميل جدا جدا لما بيتحط في ورقه لوحدها اف دي كده والاقي ان هو الاسكر شكله جميل والبارز محطوطه هنا ودي كلر وده كلر تاني اللي هو البلاند والاكشوال وده كلر تالت ورابع واحط كمان الريكفري الاقيه هو اس 3 ماشي مقبول. لكن لما اجي اعمل داشبورد وده احد الويدجتس اللي فيه يعني داشبورد موجود فيه ويدجتس كتير بالشكل اللي هنقسمه مش لازم طبعا يبقى هندسي قوي كده وهنا الاس كيرف صغير قوي ما ينفعش بقى ان انا احط كل الكلام ده فيه. انا محتاج بس الخطين. ليه الخطين؟ عشان يوريني الجاب دي انا ببعد قد ايه عن البلان بس مش محتاج اكتر من كده. والسنوات مثلا لو حطها بقى سنوات بقى مش لازم مانثلي بقى وجريد مظلله من الخلفيه والكلام ده كله يعني. فضروري ان هو يبقى ايه؟ ببساطه يعني اكسبريسلي شو ذا هول سيتويشن سيمبلي ات وان جلانس يعني في صفحه واحده ان انا ابين السيتويشن كامل على قد ما اقدر ان انا ما اعملوش على صفحتين صفحه ونص. احيانا بعض التقارير بلاقي ان الفورمات بتاعها معمول على صفحه وربع مثلا وانا محتاج ان انا عشان افهم الصوره كامله اقعد ابص كل شويه ما بين دي ودي اصغر الريزوليوشن شويه اوسع الخلايا اظبط الموضوع بحيث ان هو يبقى في صفحه واحده عشان يدي انطباع جيد. لازم ابني لوجيكالي اورجنايز ويدجت. الويدجت نفسها تبقى منظمه. لو احط ويدجت جوه الداشبورد يبقى الحاجات اللي ليها علاقه بالصور او بالتكست جنب بعضها، الحاجات اللي ليها علاقه بالبروجريس والتايم والبوست جنب بعضهم، الكواليتي جنب بعض وهكذا. يبقى في منطق شويه في الترتيب يعني. الجرافس ايمجز اند شارتس ار ريدبل مور ذان وورد كلوزز. يفضل ان انا ما استخدمش كلام كتير نصي، يفضل ان استخدم صوره، الصوره بتعبر جدا. الجراف لما اشوف مثلا صوره وايد شارب كده وباين فيها ان الجزء ده هو اللي فيه المشكله مثلا والجزء ده كويس وكاتب بس كلمتين هنا افضل بكتير من ان انا اكتب كلمه او كلوز يعني او فقره عباره عن خمس سطور او اربع سطور عشان الراجل يفهمها هيقعد يقرا كل الكلام ده، لا شك ان الصوره بتعبر اسرع. الـ common axis increments such as yearly 25% اللي كنا قلنا عليه في الريسك كيرف دلوقتي. يفضل في الحاجه اللي هي بتاعت التوب مانجمنت زي داشبورد او كده ان انا لما اشتغل اهتم بالحاجات دي لان الحاجات دي فاين تيونينج يعني بس ايه مهم بيفرق جدا في الاكسبريسنج بتاع الموضوع وبيفرق في الرؤيه. لما اجي اعمل ريسك كيرف وهحطه صغير جوه داشبورد وهو بالشكل ده المشروع بدأ في مثلا شهر مي في شهر 5 طيب هبدأ هنا من 5 طيب الانكريمنت انا عايز اخليها سنه طيب هنا 5 هنا 5 هنا 5 هنا 5 ليه طيب؟ طب ما الراجل كده ما قدرش يفهم هي فين السنه؟ السنه نصها هنا نصها هنا ليه؟ طيب اوسع لنفسي شويه معلش وابدأ من شهر يناير اوكي بس الانكريمنت بتاعتي تبقى باينه دي 2011 دي 2012 دي 2013 العين بتبقى اسهل لها انها تشوف الكلام ده يعني. تمام؟ واضحه الحته دي؟ باعتبار ان انا ايه؟ احط الانكريمنت الطبيعيه ال 25% اللي هي الاربع باعتبار ان احنا متعودين على ربع جنيه ونص باعتبار ان ايه؟ ال 25% رقم سهل، رقم لذيذ كانكريمنت. لكن لما احط 5 10 15 وناس تحط 3 6 9 فانا صعب قوي بالنسبه لي اقدر، لكن ال 25 ده الربع ده النص ده الثلاث ارباع فمن اسهل شويه. لكن التلت والكلام ده ناس بتتلخبط والله يعني انا اعرف ناس بتتلخبط ما بين التلت والربع، التلت اكبر من الربع، يقول لك ده 3 ولا 4 ربع كتير بالضربات الثانيه، صعب مش مهندسين يعني. فيفضل ان انا استخدم الحاجات المعتاده. Common access increments outdoor image should be wide قلنا من شويه with no quality or safety violation قلنا الكلام ده في الفوتوز. Keep color matching and better to select dark colors. Dark colors تبقى معبره اكتر البينك بقى والحاجات اللي هي المدلعه دي بلاش يعني عشان تاخد انتقادات بشكل كبير قوي يقول لك دي انتوا عاملين ده يعني ده شغل يا اخوانا مش كده فيفضل الالوان الغامقه، الالوان الغامقه بتعبر اكتر يعني. طبعا حطيت الكلر ماتشنج في الاخر باعتبار ان هي ايه الاساس عندنا التكنيكال وخلي موضوع الكلر ده في الاخر في مرحله الانهانسمنت يعني ما يبقاش الهدف من الداشبورد الوان يبقى الهدف الفكره ثم الالوان الالوان بالتبعيه.
طيب دي اخر نقطه كده معانا اللي هي الديفلوبمنت ستيبس هي بلان دوت شيك اكت نقطه اصوليه انا بحب الحاجات دي جدا لان هي دي الحاجات اللي بتثبت في دماغنا وبتطلع معانا بعد كده في جميع يعني المشاكلنا اللي بنقابلها عارفين بلان دوت شيك اكت مين مش عارفها كل عارفها تقدر مشروعش بلان دوت شيك اكت طب حد مذاكر بي ام بي البروسيس جروبس اللي في البي ام بي خلينا طيب نقلب بي ام بي عشان تبقى مانجمنت انيشيشن بعديها ايه بلانينج بعديها سكيوشن بعديها كونتر وكنترول وبعد كده كلوزنج ما علينا من الانيشيشن والكلوزنج باعتبار ان هم النقطه الاولى والنقطه الاخيره بلان دو تشيك بلان دو تشيك دايما اي حاجه في حياتنا فيها تخطيط انا بخطط وبعد كده بعد الخطه خططت ان انا هسافر هطلع رحله وبعد كده رحت وانا في الرحله كنت قايل مثلا اليوم الاول هروح كذا اليوم الثاني هروح كذا في اليوم الثاني اكتشفت ان لا المكان ده بيبقى قافل في الوقت ده يبقى وانا بعمل اكسكيوشن كنت بعمل مونيتور وكنترول اكتشفت ان مش هينفع اعمل الاكتيفيتي ده ارجع اشيك على الكلام ده واعدله واعمل اكتنج ثاني فدايما معظم الجهود التخطيطيه بتمر بالمراحل دي انا عملت خطه زمنيه وحصل فيها سليبج فالمونيتور وكنترول قال لي عندك سليبج عدل عدلت بعمل اكتنج اللي هو التعديل ده وارجع السايكل تاني مره تانية فبلان دو تشيك اكت موجوده معانا تقريبا في كل الايفورتس اللي بنعملها لو احنا ماشيين بين كونسبت مختصه بالبلاننج بشكل صحيح مش بس في الجوده في كل حاجه طيب كده مفيش داعي للسلايدز دي ندخل بقى على الجزء بتاع الداشبوردز ده احد الداشبوردز اللي كنا عاملينها انا هعرضهم يعني بشكل سريع الاول وبعد كده نحاول نعمل حاجه مع بعض على الاكسل استخدام التولز صعب ان احنا خلينا نشتغل طيب خلينا نشرح بسرعه كده هو طبعا معظم الحاجات هتبقى عارفينها يعني في الموضوع ده هنا جزء عام الفاينانشال ستيتس نفسها بتكون نسبه المستخلصات قد ايه باينه على باي شارت وباينه هنا الاي بي سي كلنا عارفين الترم اي بي سي انترم بيمنت سيرتيفيكت للمستخلصات يعني الاي بي سي كان كذا حاطين الكونتراكت اماونت الفاريشن اوردر التوتال قد ايه السيرتيفايد كمستخلصات والبالانس الريميننج فده بيبين كده المستخلصات والعقد هنا الاس كيرف طبعا في الاس كيرف احيانا بيقابلني ان اتعمل ريكفري ريكفري 1 ريكفري 2 ريكفري 3 بلاقي ان في كذا ريكفري طبعا ما ينفعش ان انا احط بقى 100 خط يكفي اخر ريكفري الليتست ريكفري اول بيس لاين اتعمل والليتست ريكفري اخر ريكفري متفقين عليها والاكشوال ايه اخبار هم دول وفي الغالب طبعا الريكفري لازم ان انا بلاقي التماس شويه مع الاكشوال باعتبار ان انا عملتها في لحظه معينه كان خلاص افترضت ان الاكشوال بقى اكشوال فيبدا يخطط من اول وجديد تمام الجزء اللي هنا ده خاص بالاكستنشن اوف تايم او اللابس ديوريشن دي مده المشروع واخد اكستنشن قد كذا فبالتالي ده حق المقاول وبعد كده في هنا ديلي اكسبكتد ديلي فبالتالي متوقع انه يخلص في التاريخ ده هنا النسب الاربعه اللي عارفينها نسبه المده المنقضيه البراند فاليو الاكشوال الاي بي سي ده جيج عن الاس بي اي الاس بي اي لو قلنا من شويه وكلكم عارفينه ان هو قيمته الكويسه اللي هو لو بقول ان المشروع اون سكادجول تبقى كام؟ واحد تمام كويس وكلنا عارفين فبالتالي لما بعمل الجنج بيبقى النص ده واحد وهنا صفر وهنا اثنين. هنقول النقطه دي بس عشان نحتاجها بعد شويه. فهنا طبعا ايه؟ هنا اقل هنا المفروض هيبقى واحد هنا حوالي 0.65 هنا هيبقى صفر وهكذا. الجزء ده خاص بالعماله مان باور، مان باور كان بلاند مثلا كام واكشوال كام واضح ان كان في اخر المشروع والبلاند مختلفه مع الاكشوال ومفيش ريكفري او مفيش كارت ثانيه هنا الاي بي سي والارند فاليو للبيلدنجز نفسها بس هو كان بروجرام ده كان مجموعه مشاريع لكل مشروع منهم او نفترض ان ده مشروع لكل بيلدنج منهم وبقول الاكشوال كام والبلاند كام لا الشهر سوري اللي فات كام والشهر ده كام مقارنه ما بين الاثنين فده تريندنج كده للاي بي سي ونفس الشيء للايرند فاليو الشهر اللي فات والشهر الحالي. الجزء اللي هنا خاص بالانجنييرنج الشوب دروينجز الماتيريال سبميتر اللونج ليد ايتمز وهنا الاكوان اللي هي موجوده
التوتال كله كام؟ بلاند سبميتد الابروف ريجكتد الاندر ريفيو. طبعا الابروف ده هيبقى كود A و B الاثنين مع بعض. الريجكتد هيبقى C و D. اندر ريفيو لسه متعلق عند الاستشاري ما وافقش عليه. في تركه هنا مش عارف لو حابين نقولها، موضوع التوتال والبلاند. انا عندي بلاند 200 و150 توتال، بس 150 سوري اكشوال، بس في حاجه اسمها التوتال. التوتال اللي هو هيقدم كام درون للمشروع ككل، هو هيقدم ممكن 1000، فبالتالي ال 200 لل 1000 دي يعني بلاند 20%. لحد النهارده بلاند 20%. طيب التوتال ده 1000 بيتغير ولا ثابت؟ المفروض ان يبقى ثابت. المفروض ان يبقى ثابت ليه؟ لان لو بيتغير انت تقصد تقوله ان انا قدمت دروينج وبعد كده اترفضت، فبالتالي هقدم واحده ثانيه بدلها. ايوه بالظبط كده، دي تبقى ريفيجن، دي ما اعتبرهاش دروينج جديده. ليه؟ لان انا لو التوتال عندي بيتغير، مره كان 1000، مره 1100، 1200، 1300، النسب المئويه هتفقد ثقتها، هتفقد معناها. لازم البيز لاين بتاعي او التارجت بتاعي اللي هو ال 1000 يفضل 1000. لو اتغير يبقى فاريشن اوردر، ان انا في عندي توبيك او ايتم جديد زاد فهعمل له دروينجز، لكن خلاص هو نفس السكوب يبقى نفس الدروينجز. ثانيه بس، فهتفرق جدا بالنسبه لي ان انا اكون بقول البلاند 20 بعد شويه قلت 19، ليه 19؟ اصل في كام جروح هترفضوا فانا هقدمهم مره ثانيه، فبالتالي التوتال زاد. ده الكلام ده غير منطقي، مش صح ان انا اعمل كده. تمام؟ فالمفروض التوتال يفضل ثابت. واضحه دي ولا؟ اللي كان عامل حضرتك سؤال. نفترض ان الاستشاري هو بيراجع شاف حاجه محتاجه مور ديتيل. طلبت اللوحه الاصليه دي ساعتها لازم ان انا هزودها يعني، بس يعني دي تعتبر بور بلاننج. دي تندرج تحت البور بلاننج. بس هو لو انا عامل بلاننج كويس وعندي اكسبيرينس كويسه كاستشاري ان انا اقبل السكوب قبل ما اقبل التايم، السكوب اللي هو ايه هي الدروينجز نفسها، اقبل السكوب ايه هي الدروينجز دي، من يوم ما شفت الليست هقول له انت عندك الغلطه دي، مش بعد ما يجي يقدمها هقول له لا. تمام؟ ايه هم من البدايه؟ من البدايه، من ساعه ما شفت السكوب، من قبل حتى ما شفت التايمنج بتاعها، من ساعه ما شفت السكوب بتاع الدروينج ليست اللي هي ايه هي اسماء الدروينجز دي، هعرف وهقول له انت عندك ده ناقص. لكن اللي بيحصل كتير جدا ان الاستشاري بتتعطله حاجات، مثلا دروينجز دي كويسه هي كلها خلال الثلاث شهور، اوكي مقبوله، تبقى مثلا 30 صفحه وهو مكسل انه يبص، الكلام ده شفناه كتير، مكسل انه يبص على ايه هي اسماء الدروينجز مثلا، باعتبار ان هي كتير، لسه هقعد اشوفهم، اصل انا مش عارف ايه هم بالظبط عباره عن ايه مثلا، ممكن يطلع حاجه جديده، ازاي ممكن انت استشاري، انت اللي تقول، انت مثلا هتقول لنا ايه هي الدروينجز اللي المفروض تتقدم وايه اللي ناقص وايه اللي مبتدئ يعني. فدي هتبقى نقطه بور بلاننج يعني. الاصح ان انا لازم ان انا افهم الناس، لازم ان انا اعرف الناس، لا شك ان النسبه غير الفيجر يعني. كل واحد مش هي المهم الفكره بس منها باعتبار ان في كتير جايين، فصعب ان احنا نركز على واحده. الافضل ان انا ازود عمليه المنتورنج، ان انا اعرف الناس وافهم الناس. ناس كتير ما بتشتغلش في الريال فالي، بيقول لك ان الريال فالي دي لو انتهت التوب مانجمنت مش هيفهموا. لا مش صح، الصح ان يبقى في سيشنز باستمرار بتتعمل مع فريق الشهر، بدل ما هم بس شغالين تكنيشن وشغالين حاجه من دي، لا يعملوا كورسات كمان يعني، هو ده الدور بتاعهم المفروض. ك اس بي اي لا ما تسماهاش بقى اس بي اي، ما تسماهاش اس بي اي، سميها اكشوال على بلاي مثلا. بس ما تسماش اس بي اي، بتعتبر ان انت ما تدخلش نفسك في مبدأها ان واحد يجي بعد شويه يقول لك ازاي دي اس بي اي، اس بي اي مش اس بي اي ده الماكس، الماكس يعني حاجه على حاجه ممكن تطلع في واحد. طيب عشان برضه ايه نسرع شويه، ده احد الداشبوردز الثانيه مشابه بشكل كبير له، بس مع اختلاف بسيط ان هنا كان في كواليتي بيرفورمانس اندكس اللي هو على اليمين ده، كان عدد ال NCR
الاوبن على الان سي ار الكلوزد خلال الشهر مثلا، او عدد الان سي ار هذا الشهر على الان سي ار الشهر السابق، بحيث ان الواحد يطلع كي بي اي للان سي ار. معلش اشرح لنا بس الكي بي اي اللي هي مش باين سوري لو في معدل على السطوره بس السيفتي اللي هي المعايير بتاعتها. المعايير زي ما قلت كمعادلات السيفتي مش محتاج معادلات بقى. انا قلت مثلا لو مفيش حاجه حصلت خالص يبقى اخضر، لو مثلا اتنين مس او انجوري يبقى اصفر، حاجه اكبر من كده اكسيدنت يبقى احمر مثلا وخلاص على كده. يعني سيفتي مش محتاج قوي ان انا ادخل فيه وانا بعرض الداشبورد في التوب مانجمنت. يعني عدد الوفيات مثلا يعني هذا ممكن يجي وفيه واحده او اثنين او ثلاثه اول نهار كل شهر بس كده كده يعني لازم في حاجه في الداشبورد. يعني هي اول اقول لك اكثر من انجوري تبقى احمر، ما بالك ثلاث وفيات ولا خمسه؟ انت كبرت يا الموضوع كده يعني خلاص يعملهم احمر وغامق واسود واسود مهمل. فهي بتختلف. احنا الطبيعي ان انت بتحاول تشوف الكومن براكتس ايه خلال المشروع. على سبيل المشروع، على سبيل المثال المشروع كل يوم نسبه مطلقه ضرب النار، ربنا يحفظك جميعا، كل شويه يوميا عندهم وفيات. فما ينفعش بقى ان انا ايه احط لك على طول احمر ساعتها مثلا. فساعتها بقى هحط مثلا ايه عدد الوفيات. ماشي لو خمسه اقل من خمسه يبقى حاجه كبيره جدا. فهي طبعا الكومن براكتس، لكن انا شايف ده الكومن براكتس العامه لكل الناس زي ما انا قلت لك، ان هي لو حاجه بسيطه زي نير ميس او كده هي اخضر، لو في اكسيدنت او انجوري تبقى اصفر مثلا، لو حاجه اكبر زي حاله وفيات، لان تقريبا في معظم المواقع ما بتحصلش يعني غير نادرا. فانت على حسب البيئه نفسها ايه المعدات. الكواليتي، الكواليتي خلينا مثلا في موضوع الان سي ار ده، انا بقول مثلا الان سي ار خلال الشهر اللي فات على الشهر ده بيبين لي الكواليتي اب ولا داون زي البورصه كده. بقول الان سي ار مثلا لاست مانث والان سي ار الكرنت مانث مثلا، لقيت ان لاست مانث كانوا خمسه ان سي ار في الشهر اللي فات، والكرنت مانث لقيتهم ان هم مثلا 10. الافضل احسب الكرنت على اللاست على طول تدي الاندكيشن افضل. خليها مثلا هنا دي ال 10 اهي ودي ال 5. وهقول ان انا الكرنت مانث بقى 200% تمام، 10 على 5 اللي هي 2 مضروبه ب 100 هتبقى 200%. ففي كده ارتفاع 200% في مستوى عدد الان سي ار يعني. وساعتها هخلي ان الاب هو الاحمر والداون هو الاخضر بس. ده مثلا الان سي ار اللي اتقفل؟ لا الاشد. الاشد للمقاول، كم واحد اشد؟ وهكذا. ممكن بقى تلعب زي ما انت عايز، ممكن عدد اللي اتقفل، ممكن عدد البندنج، كل واحده تدل على الكواليتي بتاعت المياه من وجهه نظري. بتقفل بعد قد ايه؟ ممكن دي برضه زي ما قال باشمهندس حته الديلي نفسه، سواء الديلي في اي اداه بقى، ان كان في اعتماد رويك في اي حاجه الديلي نفسه. طب هل نقول عشان ما قلناش في الديلي نقدر نربطه في المعادله معينه؟ لا خلي كل واحد لوحده، بلاش حته الكومبلكس ايكويشن دي، لان هي ما بتطلعش دايما النتائج كلها. يعني لما تدخل حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، احيانا الفانكشن بيبقى كارثه حصلت لك في الموقع وانت بتقول له جرين. ليه جرين؟ اصل الويت بتاعها في الايكويشن كان صغير. انا مالي بقى بالويت بقى؟ فاهمني؟ فلا بلاش الكومبلكس ايكويشن، اعمل 2 3 كي بي اي احسن من ان انت تدخل الكومبلكس ايكويشن. فهمت قصدي؟ حته الديلي مثلا على سبيل المثال، لو انا عندي سبميتنس بتتقدم وقلت هنا ده تاريخ الديت بتاع الريسيف، وده التاريخ بتاع الابروفال او ان هو طلع للمقاول امتى مثلا، ريفيو او ريسبونس، والفرق ما بينهم عباره عن الريفيو ديوريشن تمام. مثلا كان مره 5 ايام، مره 10، مره 3، مره 1، مره 7، هطلع افريج. الافريج طلع 9. طيب هو في الكونتراكت في العقد بتاع الاستشاري كان قايل له عندك 7 ايام لاي سبميتال مثلا، يعني لو قايلوها دلوقتي بقت 3 ايام. هقارن التسعه بالسبعه، هقول 9 على 7 تمام؟ فهي كده اكتر من 100%. يعني لازم تعرف الرول 7 على 9 افضل ولا 9 على 7؟
خليها 9 على 7 فكر ان هو ده بيز ده اساس 9 على 7 فانا كده 20% زياده من الوقت تقريبا بياخده الاستشاري. طب لو كانت 1 على 7 يبقى الراجل ده عامل انجاز، لو كانت 7 على 7 تساوي 1 الراجل ده بياخد 7 ايام لكل سبيطه تقريبا، فكده زي الفل. تمام واضحه؟ فالدليل ممكن ادخله بس انا مش ابدا اطلاقا يعني مش مع الموضوع ان انا اعمل كومبلكس ايكويشن او كومبلكس فورمولا، لان كومبلكس فورمولا معناها ويت، وطالما عملت فورمولا فيها اكتر من ويت احيانا بتضرب مني، احيانا بيبقى مشكله زي ما بقول لك حاصله بس بسبب ان المشكله دي متعلقه بالديلي، فبالتالي ان الديلي كنت حاطط الفاكتور بتاعه او الويت قليل فحصل مشكله كبيره لكن مع ذلك مش باينه مش مسمعه في الكي بي اي نفسه، عشان كده الافضل نعمل اثنين كي بي اي بدل ما نتكلم مع بعض. ده افضل كل ما بتوضح للراجل اللي بيتلقى المعلومه بيبقى الكوميونيكيشن افضل يعني. تقريبا دي نفس الشيء بس محطوط لوج هنا الكونفورمانس ليفرز اللوج بتاعهم في جدول بس هو مش باين، والمين ايشوز ممكن برضه ده ايه كشف من الاشكال. هنا ده برضه مشابه ليهم بس مع دخول موضوع التكست بشكل اكبر شويه وموضوع البار تشارت. هنا اللي احنا عرضناه في الاول الفاسيلتي كريتيريا البلاند والاكشوال، هنا الريسكس طبعا التوب ريسكس والدرجه بتاعتها، الايشوز ميجر ايشوز ريكومنديشن الاستشاري الكرنت اكتيفيتيز ودول اتكلمنا عنهم قبل كده. هنا في جدول مش باين بس هو خاص بقى بالكلاينت اللي هو ايه كام الابروف فاريشن اوردر سواء كلاينت او غيره، بس هنا عشان الايتمز نفسها كان ديزاين بروجكت مانجمنت سوبر فيجن كونستراكشن اف اف ام دي هو الفرش يعني بتاع الفندق وكده. هنا جزء على موضوع البار شارت او الجانت شارت، النقطه اللي كنت بقول عليها اللي هي السنوات 2014 2015 2016 او 16 17 18 باعتبار ان اللي هيشوف الصوره هيعرف ان انا متوقع اعدي 2017 بشويه، لان دايما التوب مانجمنت لما بيبص ما بيبصش على موضوع ان هتاخر خمس ايام نتاخر شهرين ومش فارق معاه قوي الحته دي قد ما فارق معاه الوايد ايمج نفسها او الصوره الاوسع يعني. وهنا ده عباره عن الفيزز، فيز مثلا معينه البلاند والاكشوال، هنا ده اس كيرف، هنا دي حالات للسيفتي والكواليتي. الكرايتيريا اللي كانت معموله هنا الار اف اي او الفيلد انسبكشن ريكويست، بلاش ار اف اي الفيلد انسبكشن ريكويست الانسبكشن ريكويست نفسها نسبه النجاح بتاعتها كام في الميه، لو معديه ال 80% اخضر، لو من 60 ل 80 اصفر، لو اقل من 60 يبقى بيتفقدوا كتير قوي فساعتها هيبقى احمر. السؤال ده الاستشاري بيعمله للبروجريس بيس يعني برضه كنترول للمقاول. طب الملك لو عايز كنترول للاستشاري يعمل الاستشاري والمقاول وكل ده كل اللي يعمل كل حاجه بس كل واحد له اداء معين يعني الاستشاري مش هيقيس اداؤك في السيفتي مثلا صح؟ بالظبط لكن ممكن يقيس مثلا في الرد على السبميتر في الرد بالظبط ويفضل ان لو انا بعمل الكلاينت ما اخلطش الاثنين في واحد عشان اعرف اطلعه بسهوله، ما ينفعش اروح افضح الاستشاري قدام المقاول اقول له بص انا بعمل فيك كذا وكذا وانت غلطان في دي وفي دي وفي دي وبينكم انتوا الاثنين، ده الجزء بتاع المقاول وده الجزء بتاع الاستشاري، ابقى بناش الاستشاري اللي هو الممثل بتاعي اللي هو بيمثلني قدام المقاول. بالظبط. يعني في الموقع المفروض ان انا اكبره عشان المقاول يحترمه والا خلاص يعني المقاول. انا اقصد ان ممكن تعمل اثنين المفروض داشبورد واحد استشاري واحد. مين اللي هيعمل استشاري؟ بس هو يعمل الغالب. ومين اللي هيعمل لك انت كاستشاري؟ لا نقصد الكلاينت عنده مهندسين بس يعني في الغالب مش عندهم في الغالب الاستشاري دايما بيبقى اوت سورسنج. المشروع نفسه ويعني القياسات بتاعته ما تبقاش محتاجه انها توصل لدرجه الداشبورد، لان دايما الداشبورد بيبقى توب مانجمنت بيبقى صوره واسعه، فعشان اقارن او عشان اقيس كفايه الاستشاري اقيسها ببورد، اقيسها بان انا مره جيت ابص على الاستشاري كده او بعمليه دوريه بقى ابص على الاستشاري بدوكمنتس ما بيني وما بينه، لكن داشبورد هعرضه على الاداره باستمرار مثلا من كوارترلي ولا مانثلي هعرضه على الاداره كداشبورد او في اي لحظه عايزين يدخلوا يشوفوا الاداء للاستشاري مش للدرجه دي يعني مش مهتمين قوي بالنقطه دي يعني. طيب انا ممكن كمقاول ابين تاخير المالك في صف الدفعات ممكن في
مش حيث بين من اسباب التاخير الجانب انا كاستشاري ولا كمقابل؟ كاستشاري او محاول ان هي من الداشبورد مثلا بيبين الدفعات اللي خدها من المالك فبالتالي اقدر اعرف مش هوافق له على التمبلت غير لما يكون مثلا انا اعتمدتها يعني هي معموله لي الداشبورد معمول لي معمول من وجهه نظر المالك اصل كل واحد بيدور على مصلحته مش بيدور على مصلحه المشروع فين زي لا هو كل واحد هو بزنس وايز من الاخر فاكيد المالك بيطلب من المقاول حاجه انت رايح مثلا مكان تشتري حاجه تشتري شيء فلما الراجل اللي بيبيع لك ده بيغلي عليك بتقول له لا معلش انا مش عايز الكلام ده مش لبعني انا هشتري من حد تاني ما بيفرقش معاك ساعتها ليه؟ لان في النهايه انت بتتكلم بزنس نفس الشيء المالك المالك جاي المقاول عشان ينفذ الاعمال دي مش هيجي في يوم من الايام ويقول له ايوه فعلا احنا انا اتاخرت في كذا ولازم نعمل داشبورد يبين الاثنين لا انا عايز مصلحتك انا عايز ابين مصلحتك مصلحتك انت بقى كمقاول انت اللي تبقى حريص عليها مش احنا هنتفق ان احنا نبقى حريصين على مصلحتك ماشي انت اقرب مصلحتك انت راجل مقاول يعني انا كمان هجري لك واعمل لك بالمره كمان الاي او تي كليمز بتاعتك واديك فلوس بالزياده انت اللي تثبت انت اللي مطالب تعاقدين صح كده شو اسمه مطلوب مطالب مطالب ان هو يثبت حقه مش حد ياخد حقه بدون ما يطلب ياخد حقه بالظبط انا فاكر ان هي كانت في القانون تحديدا في القوانين بس هو الداشبورد دلوقتي بيثبت بيسال على الاستشاري ما قلنا على حسب مين اللي بيعمله بيعمله مين يعني ده مثلا على سبيل المثال كده على حسب مين اللي هيشوف معمول لمين لو معمول من بروجكت مانجر يعني فوق الاستشاري هو مالك لا الاستشاري هيشوفه ولا المقاول هيشوفه بس ده ما بين الاثنين فده ممكن يشمل كل حاجه يشمل كل شيء عن المشروع طريقه اخراج من الاستشاري ذاتها بتعبر عن كفاءه الاستشاري ده حاجه ثانيه بقى دي مش مصر اعتقد مش مصر انت الاستشاري يطلب ريكفري من المقاول يطلب ريكفري سكابر انت يطلب ريكفري سكابر عايز تحدد لك كريتيريا عن كام في الميه بالظبط يعني ولا تقصد اه اه بالظبط كده يعني هو مثلا اتاخر مثلا في سلبش في المشروع مثلا او الكومبليشن ليست واحده واحده كده نفكر مع بعض لو قلنا بعد شهر اكتشفت ان البلاند الشهر اللي فات كانت 2020 مش 2020 الجاي لا قصدي يعني 20% 25% 25% تمام؟ والله تيجي 10% بقيت الشهر اللي بعديه لقيتها بقت مثلا 27 بلاند و26 اكشن هل هطلب ريكفري؟ طيب بعديها بشهر تاني لقيت مثلا ان هي بقت البلاند 30 ودي لسه 26 هطلب؟ يعني في فيها سن خروج على حسب لو عمر المشروع 3 شهور لازم اطلب لو عمر المشروع 3 سنين صعب تطلب في شهرين فالموضوع كله عباره عن وجهه نظر رؤيه متعلقه بالموقف ككل صعب ان انت تحدد لها قرون معينه يعني او انا شخصيا ما اعرفهاش قرون معينه مثلا ممكن الباشمهندس تبقى النسبه قريبه مثلا بس نتيجه ان الكريتيكال بس اتاخر فبقى في مثلا شهرين زياده في المشروع لو فرضا المشروع احنا بنتحاسب فيه بالورقه والقلم بشكل كويس قوي والمقاول بروفيشنال جدا بيقدم يوميا بيقدم كليمز ده لازم بقى تحدثها لي كل ما اتاخر ان شاء الله 1% لان انت شاطر كمان انت هتعرف تكسب من ورايا فلا انا صحيح انت كل 1% تاخير قدم لي بقى ريكفري اعمل لي اكشن بلان اضغطي وشوف الدنيا تبقى فيها ازاي موضوع لكن يعني على حسب يعني انت شايف ان الدنيا رايحه فين جبت مقاول تعبان وده ملوش علاقه بده خالص يعني في كيس ودي كيس تاني عملناها في الامانه عملنا كده ان انت استمر الفرق بين الاكشن والبلان 20% يعني لمده 3 اشهر المقاول لمده 3 اشهر المقاول يقدم جميل ممتاز جدا ان احنا نتفق دايما على كرايتيريا لكن ان احنا نعمم كرايتيريا لكل الحالات كونستراكشن غير كونستراكشن مشاريع كبيره مشاريع صغيره صعب يعني لو المشروع نفسه 3 شهور الكريتيريا دي مش تنفع. المشروع على السنة لما يخلص بعد كده اتكلم فهي تختلف على حسب الكيس نفسها. طيب. دي حاجة اللي هي الفاريانت ثريشولد. انت لو في عندك فاريانت ثريشولد تبقى عارفين انت وتكشف. فانت بتحط زي ما انت قلت في الاول كده انا كل حاجة فيه تحط في الاول ريسك مانجمنت بلان تحط الثريشولد في الكوست في التايم الريسك اللي هو العتب او الليمت اللي انا لو عديته ابدا ان انا اخد اكشن. العقد في نص لما يكون سيت الدنيا
الفلوت مثلا خلينا نذكر لك المثال ده، احنا بنص في العقود بتاعتنا الفلو من حق المالك في المشاريع الداخليه، فده كنا بنص على كده الفلوت من حق المالك. المشاريع الثانيه يقول لك لا الفلوت من حق المشروع، لا احنا هنا نصينا في العقد ان هو من حق المالك، عقد شريعه المتعاقدين مضى على كده خلاص بتاعنا. فده انت بتتكلم على سبيشال كيس، العقد بيقول بخصوص المتعاقدين ممكن تكون ملهاش كريتيريا معينه، بس ممكن لو حاجه على الكريتيكال بار من اول يوم في المشروع من اول اسبوع هتاثر على المده بتاعت المشروع انت دي تعمل لها ريكفري بلان. بقول لك احنا لو مشروع شغال بروفيشنال بشكل كويس شهريا هعمل ريكفري، او مش شهريا مع كل ميتنج مختص بالبروجريس على حسب الوضع بتاع المشروع. لو مشروع ثلاث شهور انا احدد الميتنج دي كل اسبوع، مع كل اسبوع لقيت ان في تاخر لا صلحته. ليه؟ بس المشروع صغير ثلاث شهور الاسبوع اليوم. تمام. الافكار كلها ممكن تبقى كتيره في الموضوع ده، بس عشان ما نتفرعش نحط ايه يعني ما يجيش يبعت لي كليم ويقول لي اصل انا عندي فلوس افكر في النشاط ده عشان عندي فلوس، ما تبعتليش كليم. مرفوض انك تطالب باي حق. احنا خلاص استخدمنا السكادجول والبيس لاين ده، الكونديشن هو كان نون كريتيكال، الكونديشن هو كان لو فلوس. طيب برضه من احد الصور ان انا احط حاجه في الداشبورد موضوع الكونديشنال فورمات، طبعا تاني كلنا فاميليار مع الكونديشنال فورمات، فورمات في الاكسل شيت اللي هي تصنف لي اخضر واحمر واصفر على كرايتيريا معينه وعلى معيار معين. دي من احد الطرق اللي انا اعملها في الداشبورد. من الطرق الثانيه موضوع ان انا اعمل ميكس ما بين جدول او ريجستر او داتابيز او لوج وبعض الشارتس. من الطرق اللي غير كده برضه ان انا استخدم هنا الكونديشنال فورمات في ان انا يعني هنا دي كانت مقارنه ما بين الانيشال والابروفد والفاريانس، انيشال بادجت يعني اللي كنا حاطينها في الاول والابروفد وافق قد ايه للمشروع ككل، والفاريانس الاختلاف قد ايه والاختلاف ده اب ولا داون زي حاجه البورصه يعني. والبارز دي كونديشنال فورمات برضه، فدي كلنا فاميليار مع البروجريس بار نفسه نقدر نستعرضها. البروجريس بار ان هو ده بيجي اوتوماتيك يعني على حسب عرض السيل قد ايه هو بيحسبه اوتوماتيك وبيكتب لي الارقام بتاعته، ويحسب الفاريانس كمان والفاريانس يلونه بالوان على حسب الكرايتيريا اللي انا حاططها. كل ده كونديشنال فورمات تنسيق الشرط ده من الاكسل نفسه. اللي هنا ده عدينا عليه برضه جديد موضوع التريندنج. اخر واحد اخر واحد فين؟ تحت خالص التريندنج. دي عباره عن بورتفوليو. دخلنا في قصة تانية. في شركة من الشركات شركة مقاولات، شركة مقاولات فيها كذا بورتفوليو. انتوا عارفين طبقا لإدارة المشروعات البورتفوليو بتختلف امتى؟ لو اختلاف الهدف الاستراتيجي. أحد الشركات عندها بورتفوليو خاصة بالمشاريع، بورتفوليو ثانية خاصة بالانشيتيفز. الانشيتيفز لو بنسمع المصطلح ده المبادرات مقصود بيه المشاريع النون بروفيت زي ايه؟ مشروع معين لعمل دي ار بي، مشروع لعمل بي ام اي اس، مشروع لعمل هيكله في الشركه، مشروع لعمل فانكشنز لكل قسم مثلا، مشروع لعمل مانيوال للبرودكتيفيتي، مشروع لعمل مانيوال للكوست كاردز وهكذا. دي كلها تعتبر مشاريع غير ربحيه هي لتطوير الشركه، دي كلها بنسميها انشيتيفز. الانشيتيفز بورتفوليو ثاني الهدف الاستراتيجي منها غير الهدف الاستراتيجي لبقيه المشاريع، دي ربحيه ودي غير ربحيه. فهنا ده قسم اسمه كده وده اتقان، ده قسم برضه اسمه كده بانت كده تبع اي شركه لو حد متابع. المهم دي عباره عن مجموعه مشاريع، دي مجموعه مشاريع ودي مجموعه مشاريع ثانيه وبلاند واكشوال والتريندنج كل واحد فيهم. فالموضوع مش حاجه كبيره يعني. هنا برضه في استخدام الميكس الكونديشنال فورمات مع الاجزاء بتاعت الشارتس نفسها قد برضه ان هو احيانا بيبقى معبر على حسب الليفل اللي انا برفعه. لو الليفل ده
هيقعد يبحث معايا ان ديتيلز حاله بحاله، قول لي بقى كل مشروع متاخر قد ايه وكام والسبب ايه والكوزز بتاعت الديلي والريكومنديشن بتاعتك. فمحتاج بقى ان انا احط له جدول، لان انا مش هحفظ بقى الايتمز نفسها، فاحط له كمان ايه جدول يعبر عن الموضوع مع التشارتس. ده كنا عرضنا شبهه في الاول، بس كنا عرضنا اللي هو ده اللي هو في تريندنج على اليمين وفي كومن سايزنج على اليسار تحت وجيتش بروفيت ده التريندنج. ان انا بقول البروفيت كان في فبراير كان 15%، في مارش كان 16%. بروفيت للمقاول؟ للمقاول اه، اللي عامل الكلام ده مقاول. ده داشبورد المقاول. داشبورد الشهر هو اللي بيعد لا لا ده على مستوى الاورجنايزيشن خد بالك ان برضه الشركه بتاعت المقاولات كبيره. انا في ليفل هنا ممكن اكون بتكلم في مشاريع، والمشروع ده فيه ستيك هولدرز او فيه ناس موجوده خاصه باستشاري ومالك ومقاول ناس، المشروع ده ناس ثانيه وهكذا. الكلام ده كله هيطلع على بروجرام بورتفوليو، هيطلع على الهرم بتاعي. دي مثلا هم هنا كانوا مسمينه كوربريت جفرنس اوفيس او سي جي او، دي عباره عن بي ام او كبير يعني الشركه ديت. البي ام او ده او الانتيتي اللي موجوده في الشركه دي هي بتتابع كل شيء للشركه بقى، من هنا ومن هنا ومن هنا من كله، وكله بيطلع بعض، فهي رؤيتها رؤيه اشمل. هو بيتكلم في البروفيت بتاع الشركه ككل من كله من كل المشاريع. فهو محتاج ان البي ام او اللي في الليفل اللي تحت تاني هنا هم ناس شركه متميزه الصراحه، عندهم 3 ليفل من البي ام او. صراحة الشركة الوحيدة اللوكال السعودية اللي شفتها بتعمل الشغل ده، عندهم 3 ليفل بي ام او. اول ليفل لكل بزنس يونت بتاعت الانفراستراكشر بتاعت المباني بتاعت الطرق، كل واحدة ليها بي ام او. عندهم بي ام او كبير اسمه بي 3 او بورتفوليو بروجكت اند بروجرام مانجمنت اوفيس، وعندهم ليفل فوق خالص اللي هو السي جي او، ده بي ام او كبير خاص بالمنهجيات والفانكشنز والكلام ده كله. خلينا نقول اسمها بعد عشان نتكلم. اول ما حضرتك المهم يعني حاجه ثوره اه فجميل يعني ان هم بيعملوا حاجه زي كده يعني ما شاء الله. فالناس دي بقى السي او اللي قاعد هنا مع الاستاف اللي موجود في السي جي او محتاج ان هو بقى يترفع له داشبوردز من البي ام او اللي هنا او من البي ام او اللي هنا. فهنا الداشبورد ده انترنال ملوش علاقه خالص بالاستشاري، لانه جمع كل مشاريع الشركه بغض النظر مين الكلاينت هنا ومين هنا ومين هنا. فاحيانا وارد ان انا جوه الشركه بتاعتي ان انا هعمل حاجه زي كده. طيب الديسكيل بيتهيألي ده معتاد بالنسبة لنا، حد ده غريب عليه؟ عشان هنا بعض الابلكيشنز يعني عايزين ندخل فيها، مش عارف الوقت هيسألنا ولا ايه؟ الوقت صعب على طب انا سامع مع حضرتك قبل كده عشان خليها حضرتك دي بكره يا طيب خلاص المرة الجاية إن شاء الله بعد إذن المهندس أحمد شطر. طيب المحاضرة الجاية بإذن الله نتكلم في الجزء العملي، بس قبل ما نمشي يعني نبص عليه بصة سريعة كده يعني مع بعض.